كانت مش يعني نقول احيانا كبوات بعض الفرق، وبعض الفرق حتى الفرق العالميه احيانا تخسر مباراه، لكن احنا نتمنى ان الفريقين يعني في بدايه الدوري على اساس ان الدوري يكون فيه يعني قوه، يعني احنا يمكن نشوف الثلاث فرق الموجوده اللي هو الريان والسد والدحيل، واحنا نبغي مع الفرق هذه ولا يكونون حتى الفرق هذه يعني مثل العربي على الغرافه على خصوصا ان المركز الرابع يعني في متناول الغرافه، متناول المصلال. صحيح المصلال العام الماضي كان قريب انه يكون في المربع، لكن لاخر جولتين يمكن لاخر جولتين المصلال فقد انه يكون في المركز الرابع، جاه الغرافه وغير بعض اللاعبين، غير مستاف، غير امور كثيره وغير حتى المدرب. اعتقد يمكن التغيير كان لفريق نادي الغرافه العام الماضي تغيير ايجابي، لكن احنا نتمنى ان السنه هذه ان مصلال يكون متواجد، العربي متواجد، على اساس يكون الدوري قوي ويكون فيه مباريات اكثر. يعني يمكن احنا حتى مباراه الريان اليوم مع الخريطيات اللي كان ياكل سته ومباراتين وياكل اربعه، اليوم نجد من مهزوم 2-1 معناته كان ممكن يتعادل كبير بالنسبه للخريطيات. طبعا شكرا ابو سعود، هذا كل ما سمحنا الوقت، راح نلتقي فيكم ان شاء الله بين الشوط، بعد الفاصل راح يكون معلق المباراه الثانيه أحمد معمري معاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي متابعي ومشاهدي قنوات الكاس، أسعد الله مساءكم بكل خير أينما كنتم. تحية طيبة لكم. يوم رابع من بطولة دوري نجوم قطر، هي الجولة الرابعة في المباراة الرابعة هنا التي تجمع ما بين العربي وما بين أم صلال في وضعية يبحث من خلالها بطبيعة الحال سواء الأحلام أو سقوط رزان عن نقاط للمباراة الثلاث. من خلال هذا اللقاء العربي لو تمكن من تحقيق ذلك، تخيل معي عزيزي المتابع، لو تمكن العربي من تحقيق الانتصار في هذا اللقاء سيرفع رصيده إلى 9 نقاط، هذا يعني أنه سيحتل الصدارة متساوية مع السهلية بانتظار بطبيعة الحال السد والتحيل يوم غد. أم صلال في المقابل بعد انتصار في مباراة الماضية كان انتصار مثير برباعية أمام العميد الأهلاوي، يأتي إلى هذا اللقاء إلى هذه المباراة إلى هذه الجولة يأمل أن تستمر وتيرة الانتصارات بالنسبة لأم صلال بعد أن غابت في أول جولتين، تحقق أول انتصار في الجولة الماضية، لا يريد الصقور أن تتوقف سلسلة انتصارات في هذه الجولة، وبالتالي احنا نتمنى ونأمل أن نكون أمام مشهد يغلب عليه الطابع الهجومي ما بين العربي وما بين أم صلال في هذه المباراة. مباريات الجولة اللي عدت وانقضت حتى الآن، الثلاث المباريات السابقة كلها تشهد أهداف، تشهد أداء كروي كان حاضر آخرها بطبيعة الحال المباراة التي اختتمت قبل قليل. الريان يحقق انتصار آخر في دوري نجوم قطر بالانتصار على الخريطيات بهدفين مقابل هدف، إلى الوصافة الريان في انتظار بطبيعة الحال استكمال الجولة يوم غد بحول الله وعونه. نأمل أن نستمتع بهذا اللقاء متابعينا مشاهدينا أينما كنتم. أم صلال سيتواجد على يمين السادة المتابعين في بداية اللقاء بألوانه البيضاء كالعادة، حراسة المرمى لدينا بابا مالك، إسماعيل إبراهيم، لورنس أوليكوي، أوساغونا، محمود المواس، ذياب العنابي، يانيك ساكبو، طلال علي، وبلال محمد، وحسام السيد. خيارات المدرب التركي لورنت باند، مدرب الفرنسي لورنت باند. بينما على اليسار يأتي العربي، مسعود زراعي في حراسة المرمى، لدينا عبد الله معرفي، أحمد فتحي، محمد سالم، دييغو غارديل، محمد صلاح النيل، فرانكو أريزيلا، عبد الرحمن وليد، جاسر يحيى، أحمد إبراهيم، وياسين يعقوب. خيارات لوكا بوناتيتش المدرب الكرواتي لنادي العربي. بدأت المباراة، انطلقت المباراة على بركة الله بصافرة سلمان فلاحي اللي يدير المباراة تحكيميا، مساعد الأول جمع البرشيد، المساعد الثاني أحمد صالح، الحكم الرابع خالد حذيفة، وحكم مساعد إضافي أول لدينا سعود العذبة، المساعد الإضافي الثاني عبد الهادي الرويلي، ومقيم الحكام أتنس ناكوبيتو. انطلاقة تأتي عربوية من الجبهة اليمنى حاضرة إلى خارج أرضية الميدان. أجمل ربما ما حققه العربي في الموسم الحالي هو الانتصار في مباراة الماضية أمام الخريطيات بهدف مقابل لا شيء. أعتقد أن انتصار من أهم الانتصارات ليست للعربي وإنما لأي فريق يلعب كرة قدم تعرض لما يتعرض له العربي، بعيدا عن تلك النتيجة اللي ربما كانت قاسية لكنها هي السقطة لا تتكرر كثيرا. أثبت العربي ذلك، أنك تخسر 10 ثم تعود لتتماسك وتنتصر، هذا يعني أنك كبير، أنك كبير، أنك بتاريخك كبير جدا مهما كانت النتيجة القاسية أمام 10 بعد ذلك تداعياتها من الطبيعي أن تكون حاضرة وبقسوة، لكن ذلك الأمر لم يأتي للعربي، استفاق سريعا، استعاد الانتصار، حقق انتصار ثاني في البطولة، 6 نقاط، مركز ممتاز في بطولة الدوري حتى الآن، يبحث عن النقطة 9 ربما
من خلال هذا اللقاء. كرة بطلاقة عرباوية في وسط الميدان، أريزيلا الكولومبي، تعود الكرة الساقطة في الطرف الأيسر، فيها محاولة انطلاقة محمد صلاح النيل، تبعد من الطرف الأيمن لمصلحة مصلان. حسام كمال يلعب كرة أمامية، يعرف هذا الملعب جيدا حسام كمال على اعتبار أنه اللاعب السابق لزعيم السداوي. النقلة في المناطق الخلفية عرباوية من الطرف الأيسر، محمد صلاح النيل في الكرة الماضية فيها لمسة يد، سلمان فلاحي يشير أن الكرة الأخيرة فيها لمسة يد على محمد صلاح النيل، اللاعب الذي بدأ مع الريان لعب للسيلية. هنا فعلا لمسة اليد الواضحة في الموسم الماضي، محمد صلاح النيل كان أحد اللاعبين بقميص المرخية الفريق الذي هبط إلى مصاف الدرجة الثانية، لكن محمد قدم مردود ممتاز مع المرخية في الموسم الماضي عندما كان يشترك في البدايات كلاعب بديل، كلما نزل أرضية الميدان سجل، غاب وظل حبيس الدكة، وعندما عاد وليسجل كرة خطيرة. حذاري سوء تفاهم كبير جدا إسماعيل إبراهيم، هو تصرف خلنا نقول فيه كثير من الثقة وفي نفس الوقت فيه كثير من المغامرة. يا إسماعيل اللاعب اللي كان يلعب مع أم مصران كظهير أيمن، لكن لورنت باند منذ انطلاقة الموسم الحالي يثبت إسماعيل إبراهيم كقلب دفاع في تشكيلة أم مصران. كرة تعود بنقلة حاضرة إلى خارج أرضية الميدان، تتحول مباشرة إلى رمية تماس تأتي لمصلحة أم مصران. ثلاث مباريات عدت ومرت مع انطلاقة هذه الجولة ولا مباراة انتهت بالتعادل السلبي في هذه الجولة، وهذا ربما يعني يعطينا التفاؤل أننا سنشهد أهداف في هذا اللقاء. بطبيعة الحال الأحلام بجمهور العريض بجمهور الكبير بالمتابعين بمحبي بعشاقه اللي ما زالوا موسم تلو الآخر ينتظروا عربي التسعينات، هم بطبيعة الحال يأملوا أن تكون الأهداف للعرباوية أن تكون النقاط للعربي. لوكا بوناتيتش على قدميه على الخط بدفتر ملاحظاته بقلمه، يتابع يراقب يدون كل ما يشاهد في أرضية الميدان، ما يبغي يكون شيء، لكن لدينا انطلاقة ملعوبة. السنيل يا سلام، محاولة عرباوية أولى تأتي في الخمسة دقائق الأولى لانطلاقة الشوط المباراة الأول. العرضية من الطرف الأيمن، ارتقاءت محمد صلاح رأسية في المكان اللي يقف فيه بابا مالك، كرة خطيرة وتهديد عرباوي أول يأتي في اللقطة الماضية، التصدي كان والإبعاد من بابا مالك. نقلة تعود مجددا حاضرة لمصلحة مصلال في وسط الميدان، الكرة البينية تعود باتجاه ساكبو لا تصل، تقطع لمصلحة العربي من الطرف الأيمن. محمد المال يملك كرة لمصلحة العربي، محمد سالم المال ينقلها أمامية ساقطة طويلة، الكرة الماضية دون عنوان هي أقرب إلى بابا مالك حارس مرمى أم مصلال، يلعب لكرة سريعة وسط الميدان حاضرة إلى ساكبو. ساكبو يملك كرة، ساكبو في ثلاث مباريات ماضية سجل في اثنتين، المباراة الأخيرة اللي انتصر فيها أم مصلال بأربعة مقابل واحد ما اشترك في الحفلة. إليك ساكبو العاجي اللي يخوض رابع مواسمه على التوالي بقميص الصقور، لكن لدينا انطلاقة عرباوية تأتي، محمد صلاح ينقلها بينية في الجبهة اليسرى، العرضية كانت حاضرة من عبد الرحمن وليد لكنها تبعد، تعود إلى ساكبو ينقل كرة إلى ثياب العنابي، ثياب بنقلة أمامية إلى أوساكورا من لمسة إلى ساكبو. برافو في الكرة الماضية دييغو غارديل البرازيلي، تدخل وأداء دفاعي كان رائع، قطع الكرة من أمام ساكبو. تعود النقلة لمصلحة العربي في الكرة الماضية، أحمد إبراهيم العراقي أعاد خلفية، تعود باتجاه ياسين يعقوب الشقيق الأصغر ليونس يعقوب اللي كان مدافع سابق مع مصلال، وياسين يعقوب أساسا لاعب سابق لأم مصلال بعد ذلك مع الغرافة لعبة للمرخية في الموسم الماضي وحاضر بقميص العربي في هذا الموسم. كرة توقف
ساقطة في منطقة الجزاء خطيرة ملعوبة صافرة تأتي الراية الآن الراية جمع بورشيد يرفع الراية في الكرة الماضية موقف التسلل في الكرة الأخيرة وركلة حرة ثابتة تأتي لمصلحة العربي هنا أمامنا إفرانكو أريزيلا اللاعب الكولومبي عنده هدف مع العربي في الموسم الحالي الهدف اللي طبعا افتتح به العربي الموسم وأول انتصارات الموسم عندما انتصر على الخور بهدف مقابل لا شيء أريزيلا هو من سجل الهدف الوحيد في تلك المباراة في شيء جميل بالنسبة للعربي يعني ربما على أم صلال أن يعي ذلك جيدا أن العربي في الثلاث المباريات السابقة الأولى كلها في الدوري نجوم قطر حتى اللحظة العربي سجل في الثلاث مباريات بما فيها العشرة أمام السد لكنه سجل في كل مباريات الثلاث العربي لابد أن يسجل لابد أن يزور شباك المنافسين هذه مباراة رابعة على التوالي يستمر العربي في التسجيل أو أن أم صلال يكون له رأي آخر خطأ وركلة حرة ثابتة تأتي في اللقطة الماضية هنا المواس والكعب في اللقطة الأخيرة لاعب أم صلال صاحب هدفين من الأهداف الأربعة لكن هذه الفرصة الأخطر اللي تأتي في اللقاء تأتي في المباراة رأسية محمد صلاح والتصدي بثقة كان من حارس المرمى بابا مالك كرة بنقلة لمصلحة العربي في الطرف الأيمن طويلة الكرة الماضية إلى خارج أرضية الميدان لا تصل إلى محمد السالم الحمد تتحول مباشرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة أو رمي التماس لأم صلال ملعوبة سريعة الكرة تعود نقلة في الجبهة اليمنى حسام كمال يملك كرتها تعود خلفية حاضرة طلال علي في وسط الميدان لاعب آخر أيضا مع نادي المرخية خلاص المرخية بمجرد هبوطه إلى الدرجة الثانية لاعبيه تفرقوا والكرة بنقلة في الطرف الأيمن لأم صلال عرضية دون تركيز تفتقد للدقة تماما عرضية القائد إنيك ساكبو مهاجم ممتاز وإنت إذا كان عندك المحترف اللي يؤدي أدواره على أكمل وجه فليستمر لماذا لا استغني عنه طالما أنه يؤدي المطلوب هذا الأمر يحصل مع ساكبو مع أم صلال رابع موسم على التوالي بالنسبة لساكبو بقميص أم صلال هو قائد أم صلال في الموسم الحالي 13 هدف في موسم الأول 15 هدف في الموسم الثاني 10 أهداف في الموسم الماضي هدفين حتى الآن في الموسم الحالي لساكبو وأعتقد أنها بداية تهديفية جيدة لساكبو في الموسم الحالي يبقى الموسم الماضي هو الأضعف تهديفيا بالنسبة لساكبو مع الصقور انطلاقة للعربي فالطرف الأيمن مجددا حاضرة فيها مرور عرقلة تأتي عرقلة تأتي محمد سالم يتعرض للعرقلة للسقوط في الكرة الماضية لاحظ التدخل كان من عمر يحيى والخطأ لمصلحة العربي خطأ وركلة حرة ثابتة حاضرة لمصلحة العربي عمر يحيى وعند شقيق الأصغر رابح يحيى كلاهما كانوا بدأوا مع السد لكن الآن أيضا كلاهما خارج أسوار الزعيم السداوي عمر يحيى هنا مع الصقور رابح يحيى هناك مع الدحيل لكن نحن هنا أمام العربي أمام ركلة حرة ثابتة خطيرة حاضرة ملعوبة على القائم الثاني محمد صلاح تطول من أمامه محمد صلاح النيل الكرة الماضية تطول من أمامه مباشرة خارج أرضية الميدان تتحول إلى ركلة مرمى لمصلحة أم صلال 10 دقائق أولى متابعينا مشاهدين الكرام تنقضي على انطلاقة المباراة بالتعادل السلبي حتى الآن النتيجة دون أهداف الثلاث نقاط مهمة جدا تخيل معي واحد تسولف له مو متابع الدوري ما يدري عن الدوري تسولف له تقول له شوف عندنا في بطولة الدوري مباراة خسر فيها فريق بعشرة مقابل لا شيء صادمة ستكون صادمة بكل الأحوال بكل المقاييس أن تخسر عشرة
في مباريات كرة القدم ليس بالرقم السهل أبدا أبدا. يعني القضية مو قضية تفاوت مستوى ما بينك وما بين الخصم، لا لا، لأن حتى تفاوت، شوف عندنا أندية أخرى من خلال المستويات اللي شاهدناها حتى الآن في بطولة دوري نجوم قطر هي أقل من العربي بكثير، وقابلت السد ولم تخسر بتلك النتيجة. هذا الأمر يدللك أن تلك مباراة خاصة، حصل فيها دروب، حصل فيها شيء غلط، عدت ومرت. لكن تقول لفريق خسر بالعشرة في مباراة تتخيل أنه متصدر، أنه ممكن أن يتصدر؟ صعب. لكن هذا ما سيحدث في حال أن العربي حقق الانتصار في هذا اللقاء في هذه المباراة، سيعتري الصدارة متساويا مع السهلية، وإن كانت صدارة مؤقتة بانتظار نتيجة السد والدحيل اللي سيلعبوا يوم غد بحول الله وعونه. عموما احنا عندنا حتى الآن في بطولة الدوري في جدول الترتيب يبدو أننا سنكون موعودين بإثارة قوية فيما يتعلق بالصراع في الخط الأمامي، وإن كان من يتابع من يراقب من يشاهد ومن يعني ربما يرى المستويات في كرة القدم يضع أفضلية أن المنافسة لن تخرج من السد أو الدحيل، لكن لا لا، الأمور حتى الآن لا تمضي بهكذا طريقة. الكرة تعود بانطلاقة من الطرف الأيسر، ممتازة غارديل للعربي، يحاول المرور غارديل في منطقة الجزاء، خطير خطير، لاعب على لاعب، عرضية العربي، جول جول جول، الله. العربي واحد، وفي كل مباراة لازم يسجل واحد. العربي بأول أهداف اللقاء فقط بعد مرور أقل من ربع ساعة. هي واضحة، هي واضحة، غارديل البرازيلي في الطرف الأيسر اتحط في لاعب، هو مو لاعب، هو أخذ الثلاثة، فرغ المساحة، محمد صلاح النيل براحته براحته، أعطاه الكرة قال له خذ خذ وكمل الباقي، ما عليك إلا أن تغير اتجاه الكرة. محمد يفعل ذلك، العربي يتقدم الآن بأول أهداف اللقاء 1-0 1-0. نحن أمام فريق خسر بالعشرة، فضجت الدنيا، رغم أن أرقام العربي في الموسم الحالي مذهلة ممتازة مقارنة بمواسم مضت على مستوى النقاط، على مستوى المركز في جدول الترتيب، على مستوى الأداء العام للعربي. لا يمكن أن تقيم الفريق من خلال مباراة واحدة. العربي بعد استفاقته من تلك السقطة وتحقيقه للانتصار، أعتقد أنه يقول للكل عليكم أن تكتفوا بما ذكرتموه عن مباراة السد، خلاص يكفي. أن أثبت أن تلك كبوة جواد بكل ما للكلمة من معنى حرفي، كبوة جواد. العربي يتقدم الآن بنتيجة اللقاء أمام الصقور بهدف مقابل عاد حين نبي ناخذ مباراة في كرة القدم، أي مباراة تلعب، ما قبل الهدف مباراة، ما بعد الهدف مباراة أخرى تماما، على مستوى الرتم، على مستوى الأداء، على مستوى السرعة، على مستوى الفرجة، المتعة، الإثارة اللي ممكن أن نشاهدها أن نتفرج عليها. العربي بلقطة هجومية أخرى في الطرف الأيمن، إزعاج محمد صلاح النيل، إزعاج كبير جدا، هو متسلل في اللقطة الماضية، لكن تحركات لاعب لا يهدأ، لاعب لا يهدأ أبدا من التحرك، من الحركة الدائمة خلف خطوط المنافسين، خلف خط طار، يتعب الدفاع، يتعب لما يلاقي مهاجم بهكذا حركية لا تهدأ. نشاط شباب، يريد أن يثبت الكثير محمد صلاح أنه ما زال يملك الكثير ليقدم ليتقدم خطوات على مستوى النجاح الشخصي كلاعب كرة القدم بالنسبة لمحمد صلاح. إزعاج إزعاج حتى الآن للأمانة، ويقدم مستوى ممتاز، وفي الموسم الحالي الآن محمد صلاح يفتتح أول أهدافه بقميص النادي العربي. نقلة في وسط الميدان حاضرة في الطرف الأيسر بكرة أمامية، محمد صلاح النيل مجددا يقود الهجوم الآن
أمام المدافع بلال محمد، كورة ملعوبة إلى خارج أرضية الميدان تتحول مباشرة إلى ركلة ركنية، إلى ركلة محمد صلاح. وبلال محمد اللي كانوا وجها لوجه في اللقطة الماضية الموسم الماضي كانوا زملاء في المرخية. وطبعا بلال إذا ذكرت بلال بطبيعة الحال فأنت تتذكر مباشرة الغرافة والفهود والزمن الجميل اللي كان فيه بلال محمد صمام الأمان الأول دفاعيا بالنسبة لفهود الغرافة للعنابي. بلال محمد خلاص السنين لها حكمة لكن يأتي مع السقوط في هذا الموسم. وركلة ركنية ملعوبة ممتازة تبعد تعود السريعة، ذياب العنابي بشكل ممتاز تعامل مع الكرة الماضية يقود الارتدادة لمصلحة أم صلال. أوساكونا وسط الميدان إلى ذياب، ذياب في الجب عودة سريعة مثالية. خلاص المرتدة انتهت ومقطوعة للعربي بينية أيضا تسلل، أيضا التسلل في الكرة الماضية محمد هنا أرازيلا إفرانكو أرازيلا يقف في موقف تسلل في الكرة الماضية وركلة حرة ثابتة لمصلحة أم صلال. ملعوب الكرة في الطرف الأيسر، إسماعيل إبراهيم يملك كرته ينقلها في الجبهة اليمنى باتجاه حسام كمال يستقبل الكرة الماضية. حسام وسط الميدان إلى إبراهيم المواس، المواس محمود المواس اللاعب السوري تصل مجددا حاضرة لمصلحة أم صلال. تنقل في وسط الميدان لورنس، لورنس بكرة ساقطة في الجبهة اليمنى إلى حسام كمال، حسام خلفية تصل الآن لمصلحة أم صلال إلى لورنس، لورنس لطلال، طلال علي يملك كرتها يلعبها ساقطة في منطقة الجزاء لأم صلال. كرة فيها هجوم ولكنها تبعد أيضا تعود من الدفاع للعربي أرازيلا، فرانكو أرازيلا الكولومبي، الكرة بعينية ممتازة كارديل، كارديل كارديل ممكن الثاني 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 لا 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 عمر يحيى يتحول إلى حارس مرمى مدافع حارس مرمى مو باليد لكنك آخر لاعب جارديل مر من بابا مالك. ممكن أن نستعجل، ممكن أن نستعجل لكن الخطورة الثانية على العربي وما يقدمه العربي. أنا ابتدأت المباراة بمقدمة إن جمهور الأحلام يبحث عن أحلام التسعينات، نحن أمام مشهد فيه كثير من ذلك الزمن الجميل. عربي بمشهد بمباراة أخرى جميلة رائعة تقدم، الكرة كانت هدف وبعدها الدفاع الثاني نسجل الثاني نسجل الثاني نسجل الثاني ويسجل الثاني وجاسر يحيى يسجل الآن ثاني الأهداف لمصلحة العربي. 2-0 2-0 العربي في أقل من 20 دقيقة أو 20 دقيقة يعني بمعدل كل 10 دقائق هدف، كل 10 دقائق هدف العربي في هذه المباراة، يعني يفعل الشيء اللي ما فعله في كل مباريات الماضية. أمام الخور في المباراة الأولى 90 دقيقة هدف، أمام السد 90 دقيقة هدف، أمام الخريطيات 90 دقيقة هدف، يسجل الآن في 20 دقيقة هدفين لأول مرة العربي، لأول مرة العربي يسجل أكثر من هدف في مباراة واحدة. برافو برافو ممتاز ممتاز للأمانة العربي. يا جماعة انسوا العشرة، العربي موسم ممتاز حتى الآن للأمانة، موسم ممتاز. يعني لو نستعيد الذاكرة نوعا ما ونشاهد الأرقام في العشر المواسم الأخيرة سنشاهد إن العربي يقدم واحد من أفضل بداياته من أفضل الموسم الماضي. أول 4 مباريات حقق 6 نقاط فقط، الموسم اللي قبله حقق 9 نقاط، اللي ممكن أن يحققها في الموسم الحالي
اللي قبله حقق أربع نقاط، اللي قبله نقطة، اللي قبله نقطتين، اللي قبله خمس. أنت شوف بدايات العربي في العقد الأخير في أول أربع مباريات كانت بدايات وتجميع نقطي أقل مما يحقق في الموسم الحالي. الأرقام اللي نستنطقها تخبرنا إن العربي في الموسم الحالي ممتاز جدا. سيبكم من العشرة، كرة تعود وسط الميدان حاضرة، أما صلال يبحث عن ردة فعل غير قادر حتى الآن، غير قادر على عمل أي ردة فعل هجومية نادي أم صلال، لا بعد الهدف الأول ولا بعد الثاني. الآن سلامات إن شاء الله، سلامات سلامات على لاعبي أم صلال أن يخرج الكرة، عليهم أن يخرج الكرة. الآن تخرج الكرة خارج أرضية الملعب. ليش زعلان يا محمود المواس؟ ليش زعلان يا محمود المواس؟ اللاعب ساقط على أرضية الملعب وزميلك تصرف بروح رياضية، تشكر على هذا التصرف يا محمود المواس، مو تتهاوش معه مهما كانت، لابد أن تسود الروح. هنا تدخل ذياب العنابي، وهنا تدخل ذياب العنابي الأخير، وسلامات إن شاء الله، سلامات لفرانكو أرازيلا اللي واقع على أرضية الملعب من نادي العربي. مباراة مذهلة ومباراة رائعة يقدمها العربي حتى الآن. مستانس لوكا بوناتيتش، مستانس من حقه، من حقه تماما المدرب الكرواتي صاحب 63 عام اللي هي ليست تجربة أولى في ملاعبنا. قاد الشحانية في موسمين من 2014 إلى 2016، وقاد الأهلي في موسم المدرب السابق، لكن خبرة الكبيرة في إيران، في إيران، في إيران تنقل بين عديد الأندية، مسكرمان، سبهان، ذوب آهن، فولاد تبريز، هذه أندية قادها فنيا في إيران المدرب الكرواتي لوكا بوناتيتش اللي يعني يجمع النقيضين، يجمع الضدين مع العربي في الموسم الحالي. من خلال النتيجة المسجلة حتى الآن فهو يحقق واحدة من أفضل بدايات العربي في المواسم الأخيرة لبداية موسم، وفي نفس الوقت هو يحقق واحدة من أكبر كوارث العربي التاريخية على مستوى النتائج في مباراة واحدة. يجمع الضدين وخلى الجمهور تحتار معاه، الجماهير محتارة معاه يعني. لكن إذا كان بيعطيك الصدارة بعد أربع جولات فأعتقد أن ما في أفضل من كذا، ما في أفضل من كذا. امسوا العشرة خلاص، العربي يقدم مباراة جميلة حتى الآن، مباراة جميلة تعود في وسط الميدان. أم صلال عاجز عن إيجاد ثغرة في دفاعات العربي، يعني الدفاع محكم وفي نفس الوقت مسجل هدفين، يعني الهجوم عالي العال، وبالتالي مباراة كاملة الأوصاف حتى الآن للأحلام في مختلف الخطوط. نقلة لحسام كمال فالطرف الأيمن مجددا لمصلحة أم صلال. محمود المواس يلعب خلفية إلى لورنس، لورنس يتقدم يبحث عن زميل، عن إمكانية مرور، لا يجد شيء، يعني حتى عملية التبرير مغلقة أمامه، مغلقة أمامه، يضطر أن يروح على طرف الملعب، مو مشكلة سواء بالطول أو بالعرض، المهم أن تبقى بعيدا عن منطقة جزاء العربي. هذا ما يلعب عليه الدفاعات العربي. كرة ملعوبة مجددا، عربوية حاضرة لمصلحة العربي في الطرف الأيسر، مقطوعة تعود خلفية بلال محمد إلى إسماعيل إبراهيم، إسماعيل نقلة في الجبهة اليسرى إلى عمر يحيى وسط الميدان، ذياب تعود إليه مجددا حاضرة. أنا ذكرت عمر يحيى وذكرت رابح يحيى ولدينا جسر يحيى مع العرب، وبالتالي تنافس الأشقاء حتى الآن ينتصر فيه جاسر خارج أرضية الميدان. الكرة تتحول إلى ركلة مرمى حاضرة لمصلحة العربي، ركلة مرمى للعربي. جاسر هو من سجل الهدف الثاني لمصلحة العربي، قبل الهدف الثاني كانت إمكانية كرة الهدف حاضرة لجارديال اللي عدى من حارس المرمى وممكن نوعا ما استعجل في تسديد الكرة، أبعدها المدافع قالوا له وين تبعد، في حصار مفروض هنا، احنا نسجل الثاني، نسجل الثاني، وسجلوا الثاني، وبثنائية بيضاء العربي يتقدم حتى الآن.
معدل العربي تهديفيا في الثلاث المباريات الماضية 3 أهداف في 3 مباريات. في هذه المباراة هدفين في 20 دقيقة أولى. الكرة بالخط الخلفي، إبلال إلى طلال علي، ينقل الكرة مجددا إلى طلال، ينقلها في الطرف الأيمن إلى إبلال في المناطق الخلفية. أم صلال ولاعبي أم صلال يتناقل الكرات فيما بينهم في ملعبهم، لكن مجرد أن يصلوا إلى ملعب العربي يفقد الكرة بسهولة، تعود الكرة بانطلاقة حاضرة أمامية لمصلحة أم صلال، مقطوعة. برافو برافو برافو، أداء رائع، أداء رائع جدا. أم صلال المباراة الماضية بالأربعة دك شباك العنيد الأهلاوي، ثنائية المواس إضافة إلى تريزور وإسماعيل محمود، لكن أو محمود إسماعيل، لكن الآن يبحث عن هدف مقابل هدف، ما يبغي أربعة، أول شيء هدف يقلص الفرق، لكن حتى الآن لا يستطيع على تسجيل هدف فريق أم صلال. نقلة عرباوية، محمد صلاح لمسة ممتازة تصل في الجبهة اليسرى للعربي، كانت التمريرة من عبد الرحمن وليد لكنها مقطوعة، تعود وسط الميدان لمصلحة أم صلال. لورنس يقود الانطلاقة، لورنس يتقدم، عرضية إلى اللاعب أوساكونا، تصويبة بيسارية النيجيري أوساكونا كريستيان يسدد كرة. 27 عام لأوساكونا اللاعب النيجيري القادم من الدوري البلجيكي تحديدا من نادي فيستيرلو، يحاول بتسديده بقدمه اليسرى الماضية، ما سجل حتى الآن بقميص أم صلال، لم يسجل. هو في المباراة الأولى الافتتاحية أصيب أمام السيلية ويعود الآن يبحث عن أول أهداف بقميص الصقور، ما زالت غائبة. بانيت يتابع يراقب، كرة تعود بنقلة حاضرة في الخط الخلفي إلى عمر يحيى، إياك الكرة تصل إلى ساكبو، إن كان من حل أعتقد هجوميا لأم صلال فيبدو ساكبو الأقرب لإيجاد هذا الحل والمخرج. نقلة في الطرف الأيمن، محمود المواس يملك كرة تعيد الخلفية، تصطد إلى خارج أرضية الميدان برمية تماس ملعوبة إلى طلال علي، إياك الكرة في الطرف الأيسر، تعود مجددا، هتأخذ بشكل ممتاز، يا السلام محمد صلاح، كرة إلى جاسر، إلى محمد صلاح يبعد بابا، لكن الخطورة ما زالت قائمة. جاسر يحيى عرباوية في الجبهة اليمنى يحاول المرور، التدخل والسقوط والخطأ، عربي غير على مستوى الأداء، على مستوى الفرص، على مستوى الكرات الخطيرة، عربي غير تماما غير تماما. هنا محمد صلاح مجددا حاول المرور، والله عاملين الشغل كبير الرباعي في الحركات أو في المهام الهجومية الأولى للعربي، عاملين شغل كبير جدا، لكن لدينا ركلة حرة ثابتة، ركلة حرة ثابتة تأتي لمصلحة العربي بعد إعاقة جاسر يحيى قريبة من منطقة جزاء أم صلال. كارتييل على التنفيذ، هذه ستصل ساقطة، محاولة لاستغلال الكرات الهوائية، كارتييل يتقدم في الكرة الثابتة ينقلها في منطقة الجزاء، الدفاع يبعد ليس إلى بعيد، ما زالت عرباوية الرأسية إلى خارج أرضية الملعب، يتركها أوساكونا تتحول إلى ركلة مرمى لمصلحة أم صلال. ركلة مرمى لأم صلال، عندنا جاسر يحيى، محمد صلاح، أرازيلا، كارتييل، عاملين لك شغل مزعج جدا، مزعج جدا. تعود النقلة في الطرف الأيمن، حاضرة لمصلحة أم صلال، تعاد خلفية إلى إسماعيل إبراهيم، إلى عمر يحيى، عمر يملك كرة في الجبهة اليسرى، يمكن على بانيت أن يتدخل، أن يجد حلول هجومية لفريقه، غائبة تماما حتى الآن حلول أم صلال الهجومية.
ممكن الزيادة العددية، الحركة في الخط الأمامي بدون كرة، الوان تو السريعة، الكرات العرضية، هذه كلها حلول هجومية يمكن أن يلعب عليها الفريق، أن يجيد أحدها، أن يصنع خطورة من أحد هذه الطرق الممكنة، لكن النصران حتى الآن عاجز تماما عن أي من هذه الحلول. تدخل صافرة وخطأ، هي مشكلة، المشكلة مشكلتين للأمانة. المشكلة الأولى أنه يواجه دفاع صلب مداري كيف يخترق حتى الآن. المشكلة الثانية أن في صواريخ في الخط الهجومي لا يمكن أنك تسيطر عليهم أو تمسكهم، يعني الحركات السريعة، الهروب من الرقابة، النقلات البينية في عمق دفاعات مصلال حتى الآن قاتلة على دفاع مصلال قاتلة. احنا شاهدنا هدف الانفرادة كارتييل ومرورة من بابا مالك، كرة لعبت من العمق. الهدف الثاني كانت تسببت بكرة من العمق، يعني في مشكلة ما بين بلال محمد وما بين اسماعيل ابراهيم، مو مكانه اسماعيل ابراهيم، مو مكانه كقلب دفاع ابدا. هو لاعب، ذكرت لك موقعه ظهير ايمن، ولعب مع ام صلال كل مبارياته في المواسم الماضية ظهير ايمن. الان في الموسم الحالي لورنت باند يستعين به كقلب دفاع، وبالتالي نشاهد ان ام صلال في كل مباراة لابد ان يستقبل، كل مباراة لابد ان يستقبل. هذا الهدف الان السادس اللي يستقبله ام صلال. تعود الكرة بنكرة، حاضرة مجددا في الطرف الايسر للعربي عبد الرحمن وليد، يقل كرة عرضية ممتازة، العائد لأداء الأدوار الدفاعية في الكرة الماضية. ساكبو القائد، يفترض أن يكون ساكبو في منطقة جزاء العربي وليس منطقة جزاء فريقه. نقلة في الجبهة اليسرى، يحاول الآن محمد صلاح يبحث عن إمكانية المرور، يتعرض للدفع، السقوط، الخطأ، والركلة الحرة الثابتة تأتي لمصلحة أم صلال. تنفذ الكرة السريعة في الطرف الأيسر، نتحدث عن آخر 10 دقائق متابعينا مشاهدينا الكرام قبل النهاية والختام. النتيجة حتى الآن يتقدم من خلالها العربي بهدفين مقابل لا شيء، 2-0. بالمناسبة الموسم الماضي الفريقين تقابلوا في نفس الدور تقريبا في الجولة الرابعة من بطولة الدوري في الموسم الماضي، ويومها العربي خسر ب4-1 أمام أم صلال، ب4-1 في الموسم الماضي خسر العربي أمام أم صلال في الجولة الرابعة، لكن يبدو أن مباراة رد الدين العربي بهدفين يتقدم على أم صلال. ساكبو في تلك المباراة في رحلة الذهاب في الموسم الماضي سجل هاتريك ثلاثية، وعادل الرحيلي سجل هدف، وساكبو موجود في أرضية الميدان. كرة بنقلة، في الجبهة اليمنى لمصلحة العربي في وسط الميدان، الانطلاقة كارديل مجددا يتقدم، ممتاز 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 كارديل، انت بغيت على مستوى صناعة اللعب مذهل، على مستوى الوصول والتسجيل رائع ايضا كارديل، اللي عنده في الموسم الماضي سجل 7 أهداف مع العربي، الموسم الحالي لسه حتى الآن مع العربي ما سجل كارديل. تدخل في اللقطة، هذا في الليلة الظلماء يفتقد البدر يا عادل يرحيلي. اي نعم، يعني التشتت ربما اللي نشاهده
في دفاعات أم صلال. عادل الرحيلي مكانه واضح فاضي، ما حد ملا مكانه حتى الآن. اللاعب المغربي قلب الدفاع في تشكيلة الصقور. تعود الكرة بنقلة محمد صلاح النيل إلى عبد الرحمن وليد في الجبهة اليسرى، يقود انطلاقة حاضرة وسط الميدان. تبعد بعرضية مجددا ممتازة. الثالث للعربي بابا مالك على دفعتين. بابا مالك على دفعتين في الكرة الماضية. تعود الكرة بنقلة. لورنس ينقل كرة في الجبهة اليمنى، تحولت عدة مرات إلى خارج أرضية الميدان. الكرة إلى رمية التماس. هنا بابا مالك، لاحظ هو كاد أن يخطئ في الأولى عندما سقطت الكرة من يده، وخطأ كاد أن يكلف الكثير لكنه تدارك وأنقذ من أمام غارديل. الكرة بعد ذلك تعود وسط الميدان إلى لورنس لمصلحة الصقور. عمر يحيى في الطرف الأيسر، لورنس في الوسط إلى محمود المواز. باند عند الأسماء اللي ممكن أن تعمل، يعني عند إسماعيل محمود، عند محمد السيد أبو بكر، عند ناصر إبراهيم النصر، كل هذه الأسماء ممكن أن تعمل في الخط الأمامي بالنسبة لأم صلال. وعموما يعني معلش، إحنا بعض الأحيان ممكن نتساءل، هو في الأخير مدرب الفريق، هو القائد الفني، هو صاحب القرار الأول والأخير، من يلعب وأين يلعب وكيف يلعب بطبيعة الحال. لكن إحنا لابد أن نطرح الأسئلة هنا، هل كان يجب أن يكون كذا أو لا؟ إسماعيل محمود كقلب دفاع بجوار بلال محمد، وأنت عندك على الدكة لاعبين ممكن أن يكونوا حاضرين في هذا المركز وعندهم خبرة هذا المركز وسبق أن لعبوا للكبار في هذا المركز. إحنا نتحدث عن اللاعب صاحب الخبرة الكبيرة بطبيعة الحال جواد حناش اللي موجود على الدكة، والآخر أيضا محمد كاسولة. محمد كاسولة سواء مع الزعيم الصداوي أو حتى مع نادي الريان سبق أن لعب كقلب دفاع، وإن كان محمد كاسولة يجيد أكثر في وسط الميدان المحوري. لكن في مطلق الأحوال هي خيارات المدرب. باند هذا ما اختار. كرة تعود بنقلة حاضرة مجددا لمصلحة أم صلال. خمس دقائق أخيرة متبقية متابعينا مشاهدينا الكرام. انطلاقة من الجبهة اليمنى. فيها سقوط. خطأ وركلة حرة ثابتة حاضرة لمصلحة أم صلال قريبة من منطقة الجزاء العربي. قد تكون الكرات الثابتة واحدة من الحلول المتاحة لمصلحة العربي. أو لمصلحة أم صلال في إمكانية الوصول. ركلة ركنية تتحول، أو حكم اللقاء يشير إلى أنها ركلة مرمى الرأسية الماضية. لاحظ الكرة الثابتة والرأسية مرت وعدت، يعني ممكن واحدة من الحلول المتاحة في عالم كرة القدم للوصول إلى شباك المنافسين. هي عملية الكرات الثابتة شريطة أن تستثمر. النقلة سلامات إن شاء الله، سلامات لاعب الواقع على أرضية الميدان ياسين يعقوب.
بنقلة في الجبهة اليسرى حاضرة. إسماعيل يقل كرة عرضية خطيرة في منطقة الجزاء، كان محمود المواس تبعد أيضا من دفاعات العربي، يحاول الآن من مصران على أقل تقدير. أن يقلص الفارق مصلال قبل نهاية شوط اللقاء الأول ومتأخر بفارق هدفين، وبالتالي الأمور تصبح أكثر صعوبة. تعود النقلة في الطرف الأيمن مجددا حاضرة، العربي يستمر في الهجوم العرضية إلى خارج أرضية الميدان، مباشرة تتحول الكرة إلى ركلة مرمى تأتي لمصلحة الصقور أم صلال. نقلة في الجبهة اليمنى تأتي، حسام كمال يملك كرته، خلفية إلى بلال، إبلال إلى إسماعيل إبراهيم، إسماعيل يتقدم لمصلحة أم صلال، يقل الكرة بينية خاطئة مقطوعة غارديين. الله الله الله، هذا عند قدم يسرى تمتع الناظرين، تمتع كل من يحب كرة القدم وأحب أن يستمتع بكرة القدم. في دائما يجوك نوعية من اللاعبين اللي لما تشاهدهم في الملعب تتفرج تستانس. غارديين للأمانة أحد هؤلاء اللاعبين، اللاعب البرازيلي صاحب 28 عام، اللاعب السابق لنادي الفاي البرازيلي. هنا الشد من بلال محمد، ما عنده طريقة يوقف إلا بالخطأ، إلا بالخطأ. الركلة الحرة الثابتة تأتي لمصلحة العربية. الآن المكان ليس ببعيد، لكن تبدو الكرة صعبة على التسديد المباشر، ممكن أن ترسل ساقطة في منطقة الجزاء. محاولة استثمار الدربكة اللي غالبا ما تكون حاضرة في هكذا كرات أمام حارس المرمى. كرة بنقلة، تعود في المناطق الخلفية، لمصلحة أم صلال. ملعوبة على مشارف منطقة الجزاء لأم صلال. خلاص 45 دقيقة تنقضي متابعينا مشاهدينا الكرام. سلمان فلاحي يشير إلى أن دقيقة واحدة وقت بدل ضائع. تعود النقلة إلى خارج أرضية الملعب. تتحول إلى رمية التماس. خلفية إلى حارس المرمى. والله ما شاهدنا كثير مسعود زراعي. أنا أعتقد إني اللي في الشوط الأول أول مرة ألفظ مسعود زراعي، وبس ذكرت اسمه أتت صافرة الختام. متابعينا الكرام، تعلن عن نهاية شوط اللقاء الأول من سلمان فلاحي. شوط أول قوي مذهل جدا، يتقدم من خلال العربي بهدفين مقابل لا شيء. مزيد من الحديث حول هذا الشوط بطبيعة الحال عند الزملاء الأكارم بشار عبد الله أبي الجمعة المهناك. تفضل بشار.
في الدقيقة 20 هدف الثاني لجاسر يحيى بعد كرة قطعت من دفاع يا حي بندوها يلا من دفاع العربي من دفاع المصلال عرضية أخرى جاسر المتابع في المرمى تقدم بسعود مستحق كل شيء سوى العربي نعم ومصلال ما شفنا يمكن مثل ما ذكرت العربي من زمان ما لعب كرة مثل هذه وأنا أعتقد العربي في الشوط الأول يمكن احنا تكلمنا عن العربي قبل المباراة تكلم فريق جيد يمكن الكبوة الوحيدة اللي كباها مع فريق نادي السد لكن بالنسبة لك كفريق يعني أنا أعتقد مدرب الفريق لوكال حقيقة يمكن احنا لو نشاهد المباراة نشاهدها في يمكن دفاع متقدم ونشاهدها دفاع متأخر إذا انقطعت من عند الكرة تكتيك الحقيقة ممتاز لعب ثلاث مدافعين في مباراة اليوم حط اثنين على الأطراف اللي هو محمد سالم على اليمين وهذا ساعده في الانتشار الأطراف عبد الرحمن وليد جهة اليمين ومحمد سالم جهة اليمين وعبد الرحمن وليد جهة اليسار كانوا منتشرين بشكل جيد خصوصا جهة اليسار محمد صلاح وعبد الرحمن وليد صلاح وجاسر موجود على اليمين يعني شوف هذه الكرة شوف جاسر جاسر داخل شوف انت عدد اللاعبين للنادي العربي اربع لاعبين في المنطقه يعني معناته يعني شوف انت طالع جارديل لا بسعود بسعود ابيك تحط عينك على جاسر لاعب المحور ها نعم. شوف شوف الحين دش بالصوره شوفه شوف وين واصل تقدم مره هدف تقدم مره ثانيه هو اللي سجل هدف وسجل الهدف وموجود في المنطقه هذه شوف الحين اربع لاعبين للنادي العربي اللي احنا يمكن نشوفهم قدام متواجدين الحقيقة كرة حلوة من جارديل يعني يمكن حتى شوف الهدف يمكن احنا نتكلم عن لاعب الحقيقة اللاعب اللي هو فرانكو في في في, في, في الهجوم لفريق نادي العربي حقيقة يعني كرة مثل هذه المفروض انه تسجل منها هدف تسجل منها هدف لكن المتابعة كانت متابعة والحقيقة فريق جيد الحقيقة العربي قدم ضغط ضغط خطف الكرة وبدأ الهجمة مرة ثانية ما هون أقول لك لعب في المباراة على شيئين اثنين لعب ضاغط ولعب دفاع متأخر لما يفقد الكرة شوف إذا فقدها في المنطقة هذه يضغط وياخذ الكرة إذا طافت الكرة يرجعون كلهم ورا وهذا اللي احنا يمكن شفناه احنا دائما بالمواسم الأخيرة نتكلم عن قوة المصلال الدفاعية فريق يدافع بشكل جيد فريق صعب يدخل على هدف اليوم الأخطاء الدفاعية في المصلال كارثية يعني الدفاع في فريق نادي المصلال أنت لو تيجي تشوف حتى بالنسبة لفريق نادي المصلال كدفاع حتى يمكن احنا نشوف اليوم مباراة في مباراة اليوم اللي هو ساقبو والمواس متراجعين الحقيقة ويمكن اللي هو دارو اللي هو راس الحربة في مباراة اليوم اللي يعني يمكن احنا نقول ساقونا المهاجم وساقبو في الناحية اليسار هذا اللاعب الحقيقة اللاعب حقيقة جدا ممتاز اللي هو المهاجم فريق النادي العربي مع انه ما سجل فرانكو رازيلا بس تحركاته الحقيقة جدا ممتازة يتحرك يروح مباراة اليوم يمكن بان اكثر من المباريات اللي لعبها مع العربي في المباريات اللي راحت لكن هذا المدرب الحقيقة انا اعتقد ان التكتيكة في يعني احنا شوف الحين شوف عدد اللاعبين للنادي العربي هنا بس اكثر من مدافعين نادي المصلال شوف ايضا دفاع المصلال دائما يعني بيكشف تسلل نعم كل ساعة يبون يكشفون تسلل وهم عندهم اطراف العربي عند الاطراف مهمة بالنسبة لهم لاعبين في واللاعبين اللي في الوسط يمسكون كرة يعني يأخر هجمة لين يلعب باس وهم وبعدين السرعة الحقيقة من الاطراف يعني ما يوقف حتى لو كانت الكرة عند لاعبة إن لعبت له زين ما لعبت له تغير اللعب في مكان ثاني ما عنده مشكلة لكن المشكلة في دفاع نادي المصلال على الاطراف يمين والطرف اليسار انا اعتقد انه وعندهم اثنين في الوسط اللي هو السنتر اللي هو اسماعيل ابراهيم وبلال يسحبهم اللاعب اللي هو فرانكو يسحبهم لين وسط الملعب ويفتح حق جارديل مساحه منطقه ورا المدافعين هو محمد صلاح ومعاهم ياسر نان خلينا نشوف حالات اللي يعني اول 20 دقيقه راح نشوف ثلاثة واربع حالات حاول فيها المصلال انه يكشف التسلل وكل مره كانوا العربي يمكن يتاخرون جزء من الثانيه ويكون في اوف سايد الا الكره اللي دخل منها شوف كم مره بسعود يعني هني كشف تسلل يمكن كان اوف سايد محمد صلاح تاخر في التمرير تاخروا بعدها بدقائق
شوف هني لو انلعبت من الاول ايه هني تاخر مره ثانيه في بعدها بدقيقتين او ثلاث دقائق مره ثانيه ابو سعود تنقطع الكره بعدها بدقيقه تقريبا تنقطع الكره ايضا كيف تسلل ايضا نفس الطريقه لا وبعدين انذار ينذر لك انك انت لو كشفت التسلل مره مرتين احنا المره الثالثه والمره الرابعه شوف دائما جزء من جزء يعني صحيح. يعني جزء تاخر من التمرير لكن التأخير. هذه نعم دخل فيها الكره يدخل فيها الهدف نفس الطريقه نعم نفس الطريقه ونفس اللعبه يعني يمكن هاي عمر يحيى اللي هو يعني انقذ المرمى لكن ارجع الهدف من هدف لكن شوف العربي في اللحظه هذه لما تنقطع من عند الكره شوفه وين متواجد وشوفه وين موجود شو هاي الباص ما نلعب صح لكن في الاخير الكره جت من هدف يا جاسر انا ابغي اعرف لاعبين النادي العربي كم لاعب في المنطقه هذه فوق اربع لاعبين واثنين جايين من ورا معاهم وثلاث لاعبين يعني احنا نقول جاسر ناحيه اليمين ومعه اللي هو احمد اللي مو عبد الرحمن وليد حقيقه عبد الرحمن وليد ناحيه اليسار جيد محمد سالم ناحيه اليمين جيد اللي يروح وراهم يبقى لاعب واحد في وسط الملعب اللي هو عبد الله معرفي والثلاثه الموجودين في اللحظه اللي لاعبين النادي العربي يوصلون على خط 18 نجد احمد فتحي واحمد ابراهيم ومعاهم ياسين موجودين في وسط الملعب لكن لما تنقطع الكره وتوصل الوسط يتراجع فريق النادي العربي دفاع الحقيقة بس تكتيك للحين ممكن مصلال سجل هدف شوط ثاني تتغير المباراة 2-0 هذه يعني نتيجة مو يعني تخليك انك انت تفوز نتيجة اي نتيجة او اي خطأ من مدافعين النادي العربي في الشوط الثاني في المنطقة دي وخاصة اول 10 دقائق اذا صار خطأ في المنطقة دي جاب مصلال هدف ممكن مصلال يرجع صحيح ان اللاعبين الموجودين لان لا احيانا يصير ضغط عليك انك انت 2-0 بعدين تصير 2-1 بعدين ممكن يجي 2 الجميع لكن انا اعتقد النصر العربي لا اذا يبغون يعودون للمباراه عليهم يسجلون هدف هذه احصائيه الشوط الاول طبعا استحواذ 49-51 اخطاء 12 خطا على مصلاو يمكن اكثر من نصهم على احمد صلاح خطأين فقط على العربي ركنيه واحده في الشوط الاول كانت العربي تسديدات 3 تسديدات للعربي 3 على المرمى تسديدتين فقط كانوا سهلين لمصلاو خارج المرمى حتى من الناحيه الدفاعيه العربي كان ممتاز قدر انه يبعد مصلاو لكن مصلاو عندهم اسماعيل في الاحتياط عندهم جدو في الاحتياط عندهم ناصر النصر في الاحتياط ممكن نشوفهم يدخلون والحين نشوف اعتقد في التبديل الاول مصلاو اعتقد راح يكون جدو راح يكون من الناحيه الهجوميه ناحيه اليمين هتشوف إذا العربي فتح الملعب على أطراف جدو ما يصلح لهم لازم يكون واحد ناصر اللي راح يمكن ناصر لازم يكون لاعب واحد من النص لأن الطرف اليمين والطرف اليسار فاتحين الملعب اللي هم للعربي لأن اللاعب اللي أنت بتنزله في وسط الملعب لازم يرجع مع واحد من المدافعين هذيلا إذا كان على اليمين لازم يرجع مع اللي هو عبد الرحمن وليد وإذا كان على اليسار بيرجع مع محمد سالم ناحية اليسار لذلك أنت لما تبي تبدل لازم تبدل لاعبين من في الوسط حتى يكون العدد أكبر عندك عندك 3 لاعبين اللي هو المواس رياب العنابي وساقبو ويمكن هو في الحين ينزل اللي هو ناصر مكان رياب ناصر طبعا راح ينزل وأنا مصلاة خلوا مبكر يعني واضح أن ما في كلام كبير بين الشوطين لانه يعني ما قدم شيء ما قدموا شيء يذكر الشوط الاول ولا شفنا احنا كره يعني صعبه على النادي العربي الشوط الاول العربي سهل كانت المباراه وكان بامكانهم يسجلون هدف او هدفين على اللي سجلوهم الاثنين لكن احنا يمكن نشوف العربي الحقيقه تنظيم دفاعي ممتاز وسط ملعب ممتاز هجوم يمكن احنا نتكلم عن المهاجمين 4 و5 لاعبين يوصلون خط ال 18 هذا معناته ان اللاعب الحقيقه اللي هو فرانكو لاعب جيد يتحرك مثل ما قلت لك انا يسحب الاثنين يا يسحب بلال يا يسحب ابراهيم اسماعيل يوصلهم او اسماعيل ابراهيم يسحبهم من برا ويخلي المساحه مفتوحه يمكن احنا شفنا كورتين اللي هي الكره خاصه اللي شاتها جارديل وصدها عمر يحيى
لكن هذا اللي قاعد يصير بالنسبة للنادي العربي. لاعب الحقيقة فرانكو جيد، هو مع اللي هو لاعب جارديل هم اللي قاعدين يخططون على أساس أنهم يوصلون المرمى من وسط. الآن ندخل اللاعبين، نلتقي فيكم إن شاء الله بعد المباراة. أحمد معمري معك المايك. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك بشار، شكرا للكابتن عبيد. متابعينا مشاهدينا أينما كنتم، التحية طيبة لكم هنا في استاد ياسر بن حمد في انطلاقة شوط المباراة الثاني. احنا تابعنا وإياكم شوط أول، العربي يصول فيه ويجول، العربي يقدم مباراة كاملة الأوصاف، يسجل هدفين، يغلق مناطق الدفاعية بشكل محكم تماما، يمنع أم صلال من صناعة أي فرصة أي خطورة أمام مرمى، وبالتالي يعني شوط أول متكامل لكن مو كافي. مباريات كرة القدم 90 دقيقة، راح النص وتبقى النصف الآخر بالنسبة للعربي، لجمهوره اللي يتابع ويراقب ويشاهد. إن العربي ممكن أن يعتلي الصدارة وإن كانت بشكل مؤقت، لكن ياهو زمان، ياهو زمان أن نشاهد العربي يعود إلى الاعتلاء جدول الترتيب. هذا مكان طبيعي في يوم من الأيام كان للعربي، لكن دارت دوائر الزمان. الآن في هذا اللقاء مر نصف الشوط الأول، ينطلق النصف الثاني. متابعينا مشاهدينا الكرام، البداية نشاهدها السريعة تأتي لأم صلال اللي بطبيعة الحال سيبحث عن هدف مبكر في الدقائق الأولى لانطلاقة الشوط الثاني. وعموما بند مع انطلاقة الشوط الثاني يجري تبديل، يجري تغيير. مقطوعة سريعة في الجبهة اليمنى، جاسر يتقدم، جاسر يحيى يملك كرة، جاسر يقلها عرضية على مشارف منطقة الجزاء، أريزيلا فيها كرة، نقلة بينية ساقطة عربوية، وعمر يحيى في التشتيت والإبعاد. تبديل أول يجريه الفرنسي لورنت باند في تشكيلة أم صلال، ثياب العنابي إلى خارج أرضية الميدان، وناصر إبراهيم النصر ينزل أرضية الملعب. هذا بيته، ناصر إبراهيم النصر هذا بيته الأول اللي بدأ فيه لاعب كرة القدم نادي السد، انتقل بعدها بعيذر المرخية في الموسم الماضي مع أم صلال. حاليا ناصر إبراهيم النصر يدفع به كثاني خيارات أو أول خياراته من دكة البدلاء لورنت باند. العربي لم يجري أي تبديل، والشوط الثاني العربي هو من يبدأ على اليمين. تذكير سريع بالأسماء الحاضرة في أرضية الميدان، لكن لدينا كرة الثالث، راية والتسلل، راية والتسلل في اللقطة الماضية، ركلة حرة ثابتة تأتي لمصلحة أم صلال. العربي اللي يبدأ المباراة عن يمينه سادة المتابعين، مسعود زراعي، عبد الله معرفي، أحمد فتحي، محمد سالم، دييغو غاردييل، محمد صلاح النيل، فرانكو أريزيلا، عبد الرحمن وليد، جاسر يحيى، أحمد إبراهيم، وياسين يعقوب. هي تشكيلة العربي، بينما على اليسار أم صلال ذكرت التبديل، ذياب العنابي يغادر، وناصر النصر هو البديل. لدينا بابا مالك، عمر يحيى، إسماعيل إبراهيم، لورنس أوساغونا، محمود كمال المواز، طلال علي، الساكبو، إبلال محمد، وحسام كمال. هي تشكيلة العربي. سلامات إن شاء الله. محمد صلاح النيل التدخل ضده في اللقطة الماضية من حسام كمال. تعود النقلة في وسط الميدان باتجاه أوساكونا، لكنها مقطوعة، مقطوعة عن الكهرباء والماي. أوساكونا ما فيه، ما فيه، خطيرة خطيرة خطيرة. فرانكو متسلل، فرانكو متسلل في اللقطة الماضية، أريزيلا والمساعد الثاني أحمد صالح يرفع الراية، يشير إلى وجود خطأ وركلة حرة ثابتة تأتي لمصلحة أم صلال. بابا مالك ينقل كرة أمامية
بنقلة أمامية ساقطة تعود مجددا لمصلحة مصلال. خطيرة أوساكونا يحاول ينقل كرة في الجبهة اليمنى، البديل ناصر إبراهيم النصر ينقلها عرضية ممتازة، ومسعود زراعي، مسعود زراعي خارج المرمى يمسك بالكرة الماضية. لكن واضح إن بدايات مصلال في شوط المباراة الثاني تبدو أفضل الآن من ناحية التقدم، من ناحية المحاولات الهجومية. مصلال يحقق بداية بالمناسبة ليست جيدة على مستوى جمع النقاط مقارنة بالمواسم الماضية. الموسم الماضي أول أربع مباريات جمع 10 نقاط، اللي قبله 6 نقاط، اللي قبله نقطتين، كواحدة من أضعف البدايات لمصلال في موسم 2015-2016 مع وين؟ مع موسم 2013-2014 اللي أيضا بنقطتين فقط. الآن هو حتى الجولة الثالثة بعد مرور 3 جولات عنده 4 نقاط. هذه النقاط الأربع إن استمر الحال على ما هو عليه حتى الآن في نتيجة هذه المباراة ستبقى ثابتة أو تتغير إذا غير النتيجة. أم صلال يبدأ بشكل هجومي، وواضحة تعليمات باند في غرف تبديل الملابس بإعطاء وإناطة واجبات هجومية أكثر للاعبي الأطراف، لاعبي خط وسط الميدان. كرة بالنقلة أمامية عرباوية حاضرة تتحول إلى خارج أرضية الملعب. كرة ملعوبة، تتحول إلى رمية تماس. لمصلحة مصلال كارتييل ينقل كرة في الجبهة اليسرى، تعود إليه مجددا كارتييل وسط الميدان البرازيلي، ينقل الكرة في المساحة في انطلاقة عرباوية. فرانكو يلعب الكرة الماضية أطول من الكل، الكولومبي فرانكو أريزيلا في الكرة الماضية ينقلها يمينية ساقطة، كانت فرصة عرباوية وارتدادة مثالية للعربي. أم صلال بالاندفاع وربما يترك مساحات، العربي مع الأسماء اللي في الخط الأمامي قادر على الإزعاج والتهديد. كرة أخيرة ماضية، فرانكو يقف في موقف تسلل وركلة حرة ثابتة تأتي لمصلحة أم صلال، ركلة حرة ثابتة. تنقل خطيرة 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 أم صلال، هدف التعديل كان قريب جدا، هدف التعديل كان قريب جدا لمصلحة أم صلال في الكرة الماضية. لاحظ ساكبو خلفية، يا مسعود حذاري يا مسعود، هذا خروج في الخاطئ من مسعود زراعي، لكن لحسن حظه الكرة عدت بسلام، تتحول إلى ركنية لأم صلال ملعوبة ما زالت في أرضية الميدان. عمر يحيى يعيدها على القائم الثاني، والدفاع عبد الرحمن وليد يبعد، وناصر النصر تصويبة تصطد ما زالت قائمة. أوساكونا تصل الكرة إلى مسعود زراعي. أمامية يلعبها مسعود باتجاه محمد صلاح، أخذها محمد قاتل على كرة فأخذها الآن في الطرف الأيمن، يحاول المرور محمد صلاح النيل، يعيد الكرة عرضية لكنها تبعد أيضا من دفاعات أم صلال. تعود وسط الميدان إلى ساكبو، يقود الانطلاق ساكبو في الطرف الأيمن إلى محمود المواز، محمود يتقدم يلعب الكرة العرضية خطيرة، زراعي حذاري تصطد من مسعود تسقط، والدفاع أحمد فتحي يتدخل ويبعد الكرة إلى خارج أرضية الميدان إلى رمية تماس. تعود بنقرة أمامية ساقطة في منطقة الجزاء ملعوبة، أحمد فتحي يملك كرة في وسط الميدان الآن لمصلحة العربي، يلعب كرة أمامية مباشرة باتجاه
محمد صلاح لكنها أطول أقرب إلى بابا مالك. نقترب من العشر دقائق الأولى متابعينا مشاهدينا الكرام. في وسط الميدان مجددا تأتي لأم صلال لورنس. أم صلال الآن يلعب بلاعب وسط محوري واحد فقط بعد أن غادر الذئاب العنابي وحل بديلا عن ناصر النصر. ناصر النصر يلعب على الطرف، خطأ وركلة حرة ثابتة تأتي، لمسة يد كانت واضحة. ثاني تبديلات في تشكيلة الصقور، محمود المواس راح ينزل أرضية الميدان، ومن يغادر إسماعيل إبراهيم، من يغادر قلب دفاع واللي ينزل أرضية الميدان اللي ينزل إسماعيل محمود عفوا واللي يغادر إسماعيل إبراهيم، يغادر إسماعيل المدافع وينزل إسماعيل المهاجم، وطلال علي هو اللي راح يرجع كقلب دفاع بجوار اللورنس. تعود الكرة بنقلة حاضرة في وسط الملعب لمصلحة أم صلال. محاولة التقدم والمرور، حسام كمال في الجبهة اليمنى يقود انطلاقة حاضرة بعرضية ممتازة في منطقة الجزاء، عدت ومرت، عدت ومرت وأبعدت. تنقل أقرب إلى مسعود الزراعي. سلامات إن شاء الله. حكم المباراة سلمان فلاحي يشير إلى ماذا؟ إلى وجود رمي التماس، إلى وجود رمي التماس حاضرة لمصلحة المصلال. تعاد الكرة طبعا بروح رياضية إلى مسعود زراعي. مسعود ينقل الكرة أمامية، تتحول مباشرة إلى ركلة مرمى حاضرة أو ركلة ركنية يشير حكم اللقاء، ركلة ركنية تأتي لمصلحة العربي. طبعا طبيعي الكرة بحوزة لاعبي العربي يحاولوا أن يأخذوا وقتهم تماما في تنفيذ الكرات، كلما مرت الدقائق والثواني فهي تمر لمصلحة العربي المتقدم حتى الآن بنتيجة اللقاء بهدفين مقابل شيء. ولدينا ركلة ركنية حاضرة عربوية عن يسار بابا مالك، تقدم جمل اللاعبين الآن في منطقة جزاء أم صلال، الكرة ملعوبة خطيرة يبعد الدفاع، تعود مجددا في الطرف الأيمن محمد سالم المال، كرة في الهواء وصراع ثنائي تنتهي إلى خارج أرضية الملعب إلى رمي التماس لمصلحة العربي. بقاء الكرة في حوزة لاعبي العربي هذا يعطيهم أفضلية أن الأمور تمضي لمصلحته. محمد سالم المال يلعب رمية التماس أمامية حاضرة مبعدة، ساكبو يضعها للورنس في وسط الميدان، صراع ما بينه وما بين ياسين يعقوب قلب الدفاع طبعا اللي متقدم في الركنية الماضية. ياسين يعقوب يعود ويرجع مكانه خلاص يغطي المنطقة، والعربي عال العال عال العال في الخط الأمامي وفي الخط الخلفي يقدم مستوى ومردود رائع العربي. صافرة وخطأ، هنا التدخل من عبد الله حسن والخطأ والركلة الحرة الثابتة تنفذ أمامية سريعة لمصلحة أم صلال خطيرة. ساكب الله
الله يا ساكب الله، هو متخصص في التسجيل في العربي. لاحظ الاستقبال الرائع، ساكبو ترويف الكرة بشكل ممتاز ويسارية مذهلة ممتازة عن يمين مسعود زراعي. أم صلال يقلص الفارق الآن. أم صلال إذن يقلص الفارق وبواسطة العادي يانيك ساكبو في المباراة الماضية في مرحلة الذهاب لما انتصر العربي أو أم صلال بالأربعة، ساكبو سجل هاتريك. ساكبو الآن مجددا يسجل في شباك العربي، هذه المرة أول الأهداف وللمباراة الرابعة منها ثلاثة الساك بوي يسجل. سلامات إن شاء الله، سلامات. التدخل في اللقطة الماضية، السقوط الخطأ والركلة الحرة الثابتة موسم الماضي، ساك بو سجل في شباك العربي ثلاثة أهداف كانت كلها في مباراة الذهاب، على اعتبار طبعا أن مباراة الإياب كانت بالتعادل السلبي. مباراة الإياب كانت بالتعادل السلبي ما بين الفريقين، الذهاب بأربعة مقابل واحد للعربي، يعني الموسم الماضي رايح جاي العربي ما فاز على أم صلال، الموسم اللي قبله أيضا رايح جاي العربي ما فاز على أم صلال، 2-1 لأم صلال 1-1 للعربي. هذا يعني إن آخر أربع مباريات على التوالي العربي لا يعرف الانتصار على أم صلال، ولكن الآن متقدم حتى الآن بالنتيجة 2-1. الأمور أكثر صعوبة الآن على العربي، وأم صلال يقترب من العودة إلى أجواء اللقاء. عمر يحيى يملك كرته، يرسلها في الطرف الأيمن، ساكبو استقبال جيد. ساكبو خطورته دائما لما يكون في منطقة الجزاء. النقلة تعود في الطرف الأيسر للعربي إلى ناصر النصر، حسام كمال، لورنس. تبديلات وتغييرات بالجملة أجراها باند، ليس على مستوى إشراك لاعبين من خارج الدكة فقط وأشرك لاعبين اثنين، لكن حتى أيضا على مستوى توزيع اللاعبين في أرضية الميدان. طلال من لاعب وسط إلى قلب دفاع، كرة في انطلاقة للعربي في الطرف الأيمن، تأتي جاسر يحيى يملك كرة، جاسر يلعبها عرضية ممتازة ممتازة حلوة حلوة، لعبها باتجاه فرانكو أرازيلا لكنها تطول إلى خارج أرضية الملعب، تتحول مباشرة إلى ناصر النصر وسط الميدان. ناصر يملك كرته، ينقلها إلى ساكبو، ساكبو في المساحة فيها انطلاقة عربوية، محمود إسماعيل، محمود المواس يلعب العرضية الماضية لكنها تصطد، تتحول إلى رمي التماس، تعود لساكبو إلى محمود، مقطوعة لأحمد فتحي، يرسل كرة أمامية أحمد، فرانكو أرازيلا، إلى ساكبو، ساكبو محاولة التقدم والمرور، تقطع الكرة من أمامه، وسط الميدان، أحمد إبراهيم ينقل كرة أمامية إلى غاردييل، غاردييل يتقدم، لاحظ، واحد وسط ثلاثة لاعبين أخذوها. الكثرة تغلب الشجاعة، وسلامات إن شاء الله اللاعب الواقع على أرضية الميدان، لاعبون مصران لا يخرج الكرة، يستمر بالهجوم، لورنس يتقدم في وسط الميدان، ينقل كرة في الجبهة اليسرى إلى محمود المواس، محمود يحاول المرور، محمود المواس خلفية إلى ناصر النصر، تنقل لعمر يحيى، عمر إلى لورنس، قام فرانكو أرازيلا، تعود لأم مصران، مصران لاعبين مصران ما أخرجوا الكرة، وفرانكو أرازيلا قام، هي يشوف يعني في بعض الأحيان استغلال السقوط من أجل أنك توقف هجمة الفريق وأنت ما فيك شيء، أيضا هذه حركة عكسية، مو كل مرة يعني إذا سقط اللاعب معناته من الروح الرياضية والأخلاق أني أبعد الكرة. تبديل يأتي الآن في تشكيلة العربي،
سيغادر خارج أرضية الملعب محمد سالم المال. محمد سالم يغادر خارج أرضية الميدان، وفهد خلفان اللاعب السابق لنادي الريان ينزل أرضية الملعب. محمد سالم، فهد خلفان اللي بالمناسبة يعني هو ومحمد صلاح تزاملوا سويا في الفئات السنية في الريان في نفس الفريق، ولعبوا سويا هو محمد صلاح. بعد ذلك لما طلعوا من الريان اختلف الخط وتوزعوا. فهد خلفان لعب للشحانية، لعب لقطر، محمد صلاح لعب للسيرية، لعب للمطلية، الآن يعود ليتلاقى اللاعبين مجددا مع العربي. مع العربي هم لعبوا سويا مع الريان، الآن يلعبوا سويا مع العربي. وفهد خلفان البديل القادم يبعد الكرة الماضية. أنا أعتقد أنها قراءة ممتازة من المدرب. كرة فيها طراقة، محمد صلاح في الطرف الأيسر لكنه مبعد. فهد خلفان وين راح يلعب؟ يعني ما أدري ما أدري. إحنا نشاهد الأمور فيما يتعلق بمراكز اللاعبين يكون فيها نقلة نوعية كبيرة، نقلة نوعية كبيرة. الله يا عبد الله يا معرفي، يتقدم عبد الله حسن، يأكل كرة بينية، الثالث للعربي، الثالث. هوبا 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 يا أرزلا، ثالث الأهداف للعربي. العربي بواسطة أرزلا ناوي على نية، النية هي الصدارة، النية هي الصدارة عرباوية. الله يا عبد الله، الله يا عبد الله يا حسن، بمرور فني أنيق جميل هو قطع الكرة وهو الله الله. هذه 90% الهدف لك يا عبد الله، القطع مع المرور، صناعة المساحة مع التمرير، كل هذا عمل عبد الله معرفي في الكرة الماضية. ينقل كرة تصل إلى فرانكو أريزولا الكولومبي، يسجل ثالث الأهداف العرباوية، ثالث الأهداف للعربي. تأتي الآن، تأتي الآن العربي ما في إنه يفرط. والله افرحوا يا ولد، تستحقوا للأمانة، تستحقوا تستحقوا الفرح مهما كان. هذا وفاء، وأي وفاء من الجماهير العرباوية حتى وإن كانت قليلة الحاضرة في المدرجات، الحاضرة في المدرجات. يا جماعة احنا نوجه الكلام للجمهور العربي، زعلتوا على العشرة، حقكم حقكم تماما، لكن خلونا نوضح نقطة. الفريق بالأرقام يقدم واحدة من أفضل البدايات له في الموسم، يعني رابع مباراة في طريق لأن يحقق ثالث الانتصارات، ما في تعادل. العربي ما يعرف الرمادي، هو كل انتصارات. مباراة السد، مباراة السد أعتقد لو تعاد ألف مرة ما راح تتكرر تلك النتيجة. كرة مباراة مرت وعدت وانتهت. العربي ليس سيء، ليس سيء أبدا. تعود الكرة بنقلة حاضرة خلفية، مسعود زراعي يبعدها أمامية للعربي بثلاثة مقابل واحد، بثلاثة مقابل واحد لأم صلال في الطرف الأيمن إلى محمود المواس. يتقدم محمود، يلعب كرة بينية لكنها مبعدة من الجبهة اليمنى. كمال حسام، حسام كمال ينقل كرة، العرضية خطيرة خطيرة لكن فيها الاندفاع قوية من أوساكونا. سلامات 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 لاعب العربي اللي يسقط على أرضية الميدان. تدخل قوي، تدخل قوي من أوساكونا، ويبدو أن اللاعب العراقي أحمد إبراهيم هو اللي يسقط على أرضية الملعب. اللاعب القادم من الاتفاق 26 عام لأحمد إبراهيم، سلامات إن شاء الله اللي يسقط على أرضية الملعب. في تدخل قوي كان من أوساكونا. تبديل آخر يأتي في تشكيلة العربي، تبديل آخر في تشكيلة العربي سيكون حاضر، لا التبديل يأتي في تشكيلة مصلان، لكن ما شفت من غادر ومن نزل. يبدو أن محمد السيد جدو هو اللي ينزل أرضية الملعب، ومن يغادر حسام كمال. خلاص يعني إبانت كل اللاعبين اللي لهم ميول هجومية يدفع بهم إلى أرضية الملعب، ويدفع لاعبين مدافعين لسحب الظهير الأيمن وسحب قلب الدفاع، وينزل مكانهم مهاجمين إسماعيل محمود ومحمد سيد جدو. إلى أن راح يلعبوا في مراكز دفاعية يعني محمد سيد جدو، أو حتى يعيد لاعب آخر
لكن يدفع بأسماء عندها النزعة الهجومية الآن، عندها النزعة الهجومية. المصلال يعاني، المصلال يعاني، كرة فيها نقلة عرضية حاضرة لكنها إلى خارج أرضية الملعب، تتحول إلى ركلة مرمى. يعني إحنا شوف، لو خلنا نطلع مباراة السد على جنب وناخذ أرقام العربي في الثلاث مباريات، فيليكس سانشيز حاضر في المدرجات يراقب يتابع، وبطبيعة الحال العنابي تنتظر استحقاقات قادمة، وعموما إحنا عندنا بطولة الدوري أساسا يعني راح تتوقف من هذه الجولة لمدة أسبوعين تقريبا، أسبوعين تقريبا ستستأنف بطولة الدوري في جولته القادمة في 14 من سبتمبر بحول الله وعونه. عاد خذ لك المباراة الجاية مع مين؟ والله المباراة الجاية روعة. أولا هي دائما مواجهاتهم روعة، العربي والريان، العربي والريان. الجولة القادمة يوم الجمعة 14/9 في تمام الساعة 6 العربي سيلاقي الريان، وأعتقد إن والله زمان يعني من فترة طويلة إحنا ما شاهدنا العربي والريان يتقابل وجه لوجه وبينهم هذا التقارب النقطي. الجولة القادمة يعني لو حقق العربي هذا الانتصار ستأتي العربي 9 نقاط، الريان 8 نقاط، وكل منهم يبحث عن التقدم خطوات إلى الأمام، وبالتالي أعتقد ستكون واحدة من المباريات المشهودة. الجمهور ما يحتاج تتكلم للجمهور، جمهور الريان حاضر، لأن الريان أساسا ما غاب عن منصات التتويج، حتى وإن غاب عن بطولة الدوري لكنه لم يغب عن منصات التتويج، سواء في بطولة كأس قطر أو حتى كأس سمو الأمير. وبالتالي إحنا ننتظر الجماهير تعود، العربي، جمهور العربي فريقكم رائع. إحنا لو كنت أريد أن أتحدث إن لو طلعنا نتيجة السنة وأخذنا الطلة السريعة على أرقام العربي اللي يحققها في الموسم الحالي، مباراة ثالثة على فرض أنها تنتهي بالنتيجة المسجلة، لكن أم صلال يهاجم، الرأسية سهلة إلى مسعود الزراعي. العربي بالأرقام حتى الآن 3 مباريات ب3 انتصارات، يا سلام يا سلام، 3 مباريات استقبل هدف فقط، الله، 3 مباريات يسجل 5 أهداف، رقم ممتاز وجميل ورائع، أرقام ممتازة مذهلة للعربي. قلت لك لو طلعنا لقاء السد لما تدخل السد لا تصير عفسة في الأرقام، كبيرة جدا كبيرة جدا، خصوصا فيما يتعلق على مستوى القوة الدفاعية، قوة دفاعية ممتازة للعرب، شاهد الأداء، شاهد الوقوف، شاهد التمركز لاعبي العربي أمام مصر. كرة ملعوبة عموما كانت حاضرة إلى خارج أرضية الميدان إلى رمية تماس. الجولة القادمة الجمعة 14/9 العربي الريان، وبعدها الشحانية وقطر، السبت الغرافة مع مصلال، الأهلي الخريطيات، الأحد السيلية الدحيل، والفور مع السد. ركلة ركنية تأتي لمصلحة مصلال، ناصر النصر ينقلها في منطقة الجزاء حاضرة، تبعد من الدفاع، تعود محمود المواس ينقل كرة خلفية ترسل ساقطة في منطقة الجزاء خطيرة، محاولة المرور على مشارف المنطقة للصقور في الطرف الأيسر إلى ناصر النصر، يلعبها عرضية وأحمد فتحي يبعد، وتسترد لأم صلال اللي يفرض حصار الآن. أم صلال عمل حصار على العربي، بالركنية ملعوبة في منطقة الجزاء، تأتي التسويبة إلى خارج أرضية الملعب، سلامات إن شاء الله، سلامات مسعود زراعي اللي يسقط الآن على أرضية الميدان. احنا عندنا طبعا هذه الجولة ستختتم يوم غد بحول الله وعونه، السد سيلاقي الشحانية بينما قطر مع الدحيل، وطبعا يحقق الزعيم
الانتصار ويحقق الدحيل للانتصار ستعود للصدارة ما بين السد والدحيل بفارق الأهداف. بفارق الأهداف يعني أنت شوف إحنا لما ناخذ طلة سريعة على جدول الترتيب، السيلية 9 نقاط من 4 مباريات، الريان 8 نقاط من 4 مباريات، السد 7 من 3، الدحيل 7 من 3، الغرافة 7 من 4، العربي 6 من 3. فيه طبيعي بالمناسبة، طبيعي يعني هذا التقارب النقطي، احنا لا نريد ان نستعجل باي احكام ونتحدث عن ان والله الإثارة قوية وتنافسية حاضرة في الخطوط الأمامية، لسه بدري لان احنا نتحدث عن رابع جولة، فطبيعي جدا هذا التقارب النقطي، لكن النتائج ربما تعطينا نظرة مبدئية. فرانكو أريزيلا الى خارج أرضية الملعب، يغادر الان في تشكيلة العربي، ومايلسون فرانشيسكو فارياس هو اللاعب البديل. فارياس اللاعب البرازيلي، مايلسون صاحب 27 عام القادم من نادي كريزوما البرازيلي، ينزل أرضية في ملعب الآن في ثاني الخيارات والتبديلات بالنسبة للمدرب الكرواتي لوكا بوناتيتش. مناسبة يعني سواء كان الآن مايلسون أو حتى فرانكو أريزيلا، كلاهما هذه التجربة الأولى بالنسبة له في المنطقة ككل في الخليج. رمية التماس تأتي لمصلحة العربي، ياسين يعقوب يقل الكرة مقطوعة أمامية، تعود عربوية، محمد صلاح يتقدم، محمد صلاح يقل الكرة إلى مايلسون يسدد من أول لمسة، البرازيلي مايلسون من أول لمسة يستقبل تمريرة محمد صلاح ويسدد كرة يمينية لكنها تمر بجوار القائم، تتحول إلى ركلة مرمى لمصلحة أم صلاح، تعود نقلة في الطرف الأيمن حاضرة، تسترد للعربي، فيها انطلاقة، فيها مرور، فيها عرضية تأتي مبعدة أيضا الكرة الماضية. نتائج الجولة حتى الآن، السيلية يواصل نتائج الإيجابية ويحقق ثالث انتصاراته في بطولة الدوري بهدفين مقابل هدف على الخور اللي ما زال يعاني، الخور اللي ما زال يعاني. صافرة تأتي، خطأ ولمسة يد أيضا في الكرة الأخيرة، لمسة يد. إحنا عندنا فريقين حتى الآن في بطولة الدوري لم يحققوا أي انتصار، لم يحققوا أي انتصار، الخور والإخريطيات 4 مباريات دون أي انتصار، سيبك من الخور، الخور يعني دون أي انتصار 4 مباريات، في عندنا تعادل يتيم وبالتالي نقطة يتيمة، لكن الإخريطيات 4 مباريات ب4 خسائر كواحدة من أضعف انطلاقات الإخريطيات. خطأ وركلة حرة ثابتة تأتي لمصلحة المصلال، مكان خطير، المكان خطير الآن، والمكان قريب من منطقة جزاء العربي، حائط صد موجود من قبل لاعبي العربي، ساكبو اختصاص الكرات الثابتة وهو اختصاصي في التسجيل في شباك العربي، يتقدم لتنفيذ الركلة الحرة الثابتة القادمة، مسعود زراعي يوجه الحائط البشري، 4 لاعبين في الحائط البشري لأم صلال، والركلة الحرة الثابتة القادمة، ساكبو حلوة ممتازة، ومسعود زراعي بمبدأ الأمان يبعد الكرة الماضية، تعود إلى ساكبو، خطيرة العرضية بالرأس إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب، تتحول ركلة مرمى. خلني أعطيك رقم معين بالنسبة لأم صلال، مزعج ربما نوعا ما لجمهور أم صلال، إن الآن إحنا في المباراة الرابعة، في 3 مباريات من أصل 4 لم يسجل لأم صلال إلا ساكبو واحد، يعني إحنا عندنا التريزو وإسماعيل والمواز أسماء سجلت لأم صلال، بس كلهم سجلوا في المباراة الماضية أمام الأهلي،
لكن ثلاث مباريات أمام السيلية اللي خسرها أم صلال، أمام الريان اللي تعادل فيها أم صلال، أمام العربي اللي حتى الآن متأخر فيها أم صلال، لا يسجل إلا ساكبو، إلا ساكبو. هذه الوضعية طبعا غير جيدة للفريق كمجموعة، هي ممتازة لساكبو شخصيا، لكن للفريق كمجموعة يعني إن إذا يغيب اللاعب مش في يومه فأنت ما تملك عديد الأسماء القادرة على تسجيل الأهداف. خطأ النيجيري أوساغورا حتى الآن ما سجل ولا هدف، خطأ وركلة حرة ثابتة تأتي لمصلحة العربي. خلاص نقترب من آخر عشر دقائق متابعينا مشاهدينا الكرام قبل النهاية والختام لأحداث المباراة. حتى الآن التعادل، التعادل وين؟ التقدم للعربي بثلاثة أهداف مقابل هدف. انطلاقة من الطرف الأيمن، مايلسون يعيد الكرة في الجبهة اليمنى للعربي، جاسر يحيى يتقدم، جاسر يكل العرضية، مايلسون يتابع العرضية الماضية لكنها خاطئة، خاطئة أيضا من مايلسون، عدت ومرت إلى خارج أرضية الميدان، تتحول الكرة إلى رمية تماس، إلى رمية تماس تأتي. لمصلحة أم صلال ناصر النصر. نتائج الجولة المسجلة يوم أمس، السهلية ينتصر على الخور بهدفين مقابل هدف، الأهلي للمرة الثانية على التوالي يسقط بالأربعة، مرتين على التوالي يتلقى أربعة أهداف الأهلي، الجولة الماضية من أم صلال، الجولة الحالية من الغرافة بأربعة مقابل لا شيء. اليوم عندنا الريان ينتصر على الخريطيات بهدفين مقابل هدف، ورابع الخسائر على التوالي يتلقاها الخريطيات، والعربي حتى اللحظة يتقدم على أم صلال بثلاثة مقابل واحد، وكرة خطيرة عرضية تبعد من الدفاع، تبعد من الدفاع. ركلة ركنية تأتي لأم صلال، منقولة في منطقة الجزاء، تعود جاسر يحيى يلعب الكرة في المساحة، مايلسون سريع، مايلسون لاعب على لاعب، اثنين على واحد، اثنين على واحد الآن، اثنين على واحد، يا رجل مرة هي فيها أحمر أو أصفر، أصفر 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 فعلا إنذار، لكن أعتقد ذكي جدا طلال علي، ذكي جدا في الكرة الماضية مدافع أم صلال، يقابل أن مايلسون أناني جدا في الكرة الأخيرة، كانوا اثنين على واحد. هنا أعتقد أن المدرب لوكا بوناتيتش يتحدث مع المدرب يقول له فيها أحمر، لا ما فيها أحمر لأن اللاعب مو رايح مباشر على المرمى، لكن أعتقد ما أدري هل اشتراط أن يكون مواجه المرمى أو الاشتراط أن تكون الكرة تقريبا لو مر هدف مؤكد، لأن أمام المساحة إضافة إلى أن عنده زميل بيكونوا اثنين على الحارس، يعني تقريبا 99.99% هدف. لكن بطاقة صفراء عموما تظهر، وسلمان فلاحي هو الأجدر على معرفة القانون وتطبيق القرار الأمثل في الكرة الماضية. الصفراء تأتي ضد طلال علي، طلال ذكي جدا في تلك الإعاقة، لو تركها تقريبا هدف، وما يرسل كان أناني لأن لو لم يفكر في المرور ومرر باتجاه محمد صلاح المنفرد تماما مع حارس المرمى كانت أخطر، كانت أخطر، رصاصة الرحمة لم تكتب للعربي في الكرة الأخيرة. تعود الكرة بنقلة حاضرة في منطقة الجزاء لأم صلال، أقرب إلى مسعود زراعي، يمسك يبعد الكرة الماضية، مسعود ينقل الكرة أمامية. مباراة أخرى قادمة لن تكون سهلة أمام أم صلال، ستكون أمام الغرافة، فهود اللي يقدم يعني خلاص في نشوة بالنسبة على مستوى الأداء اللي تحسن للغرافة بعد سقطة البداية أمام قطر، قدم مستويات ممتازة للغرافة، التعادل مع السد، انتصار على الأهلي بالأربعة، انتصار
كرة تعود اتصال على الأهلي بالأربعة. كنت أتحدث عن الغرافة وتعادل مع السد بعد سقطة الخسارة أمام قطر، وبالتالي لقاء أم صلال لن يكون سهل في الجولة القادمة أمام فهود الغرافة. كذلك الحال للعربي وهو يلاقي الرهيب الرياني، كرة انطلاقة لأم صلال، ناصر النصر يعيد عرضية وبمبدأ الأمان فهد خلفان يبعد الكرة إلى ركلة ركنية لمصلحة الصقور. ركلة ركنية ملعوبة. سلامات سلامات سلامات. احتكاك ثلاثي في الكرة الأخيرة ما بين اللاعب النيجيري أوساكونا، حارس المرمى مسعود الزراعي، وأيضا اللاعب أحمد إبراهيم. للمرة الثانية تقريبا أوساكونا يصطدم مع أحمد إبراهيم، يعني النيجيري أوساكونا ما شاء الله عليه، بنية جسمانية وفي الكرات الثابتة دوما إهابت وتدخلاته خشنة، وخطيرة للأمانة على اللاعبين، خطيرة يعني. الأولى مرت بسلام، إن شاء الله تمر بسلام الآن على أحمد إبراهيم، إن شاء الله تمر بسلام. ودائما تصادف أنها مع نفس اللاعب، أوساكونا سيتحصل على البطاقة الصفراء، الآن اللاعب النيجيري. يعني في بعض الأحيان التدخلات المتهورة غير المحسوبة. لاحظ هنا فعلا يصطدم بالرأس مجددا مع أحمد إبراهيم. أحمد أخذ كرته وهو أخذ رأس أحمد، وسلامات إن شاء الله لأحمد إبراهيم الساقط الآن على أرضية الميدان. هو أخذ أحمد إبراهيم برأسه ومسعود زراعي بيده، يعني أخذ الاثنين اثنين في واحد في الكرة الماضية النيجيري أوساكونا. وسلامات إن شاء الله لأحمد، سلامات سلامات. سلامات إن شاء الله، سلامات أحمد إبراهيم إلى خارج أرضية الميدان لتلقي العلاج اللازم في الاصطدام الأخير اللي كان بينه وبين أوساكونا النيجيري. وآخر ثلاث دقائق متبقية متابعينا مشاهدينا قبل النهاية والختام لأحداث اللقاء. النتيجة حتى الآن يتقدم فيها العربي بثلاثة مقابل واحد. تخيل إن العربي ثلاث مباريات ماضية 180 دقيقة سجل ثلاثة أهداف، الآن في هذه المباراة فقط يسجل أيضا ثلاثة أهداف. ناصر النصر يقل الكرة إلى إسماعيل، إسماعيل إلى ناصر في الجبهة اليسرى. ناصر يحاول التقدم، يحاول المرور، يعيد خلفية إلى عمر يحيى بعرضية فالطرف الأيمن تصل إلى أوساكونا، يحاول المرور أوساكونا يتقدم، تبعد من أمامه، تعود حاضرة. والله يعني ما أدري، هنا أمامنا النيجيري أوساكونا حتى الآن، خلي أعطيه الفرصة، لكن حتى الآن مو من اللاعبين اللي تحس أنه ممكن يعطيك، يعني، لكن لسه بدري أن نحكم على اللاعب. هو أصيب في مباراة السهلية يعود الآن، لكن أحيانا يعني بعض اللاعبين تحس أن الكرة في رجله، له ستايل عنده أوساكونا عنده الجري هابت واجد، لكن تعود الكرة بنقلة عموما لمصلحة مصران. خطيرة خطيرة، ناصر النصر عرضية. أوه يا جدو ماذا أهدرت في الكرة الأخيرة محمد السيد جدو. المرمى مشرع الأبواب أمامه لكنه يطيح، هي فيها تسلل، لحظة خروج الكرة من الزميل فيها راية وفيها تسلل، الراية لم تكن حاضرة لكن الإعادة تثبت ذلك. وعموما هي وصلت لمحمد جدو الخالي من الرقابة أمام مرمى خالي من حارسة، يطيح بالكرة خارج المرمى. فرصة عدت ومرت لأم صلال،
عدت ومرت لأم صلال، يواصل زحفه، يواصل ضغط أم صلال، هجومه العالي، تقدمه بجل اللاعبين، مساحات يتركها، لكن كاد العربي أن يستغلها ما استغلها. خطأ وركلة حرة ثابتة عرباوية تأتي، عرباوية تأتي. خطأ ركلة حرة ثابتة لمصلحة أم صلال. ناصر إبراهيم النصر على تفيد الكرة الثابتة القادمة مع الثواني الأخيرة للوقت الأصلي للمباراة ككل. متابعين الكرام، أم صلال يواصل هجومه، يواصل تقدمه، يواصل بحثه عن هو لما قلص الفارق أرزل أعاد إلى فارق هدفين. الكرة الملعوبة، أحمد إبراهيم، برافو برافو أحمد إبراهيم الخفاجي، اللاعب العراقي مميز في كثير من الكرات الهوائية، هو من يتدخل لإبعادها. نقلة في وسط الميدان مقطوعة إلى مايلسون، مايلسون يلعب كرة أمامية خاطئة، خاطئة كفات خلفان عفوا في النقلة والتمريرة الماضية، تعود مجددا جاسر يحيى، يقل كرة في الطرف الأيمن، الآن مايلسون لمصلحة العربي، مايلسون، الله الله، رصاصة الرحمة يا محمد. يبدأ الرباعية وهو من ينهي الرباعية العرباوية في ليلة يرد فيها دين الموسم الماضي العربي، في ليلة نسخة طبق الأصل عن الموسم الماضي بالأربعة مقابل واحد. في الموسم الماضي انتصر أم صلال بالأربعة مقابل واحد، الآن يتقدم العربي، يتقدم. محمد صلاح النيل سجل أول الأهداف، ومحمد صلاح النيل يسجل رابع الأهداف وهو هدف الشخص الثاني. ينفجر محمد في هذه المباراة، ثلاث ماضية لم يسجل، الآن في المباراة الرابعة يسجل ثنائية للأحلام، ثنائية للأحلام. العربي رائع يا جماعة، العربي ممتاز، العربي جميل، العربي ستكون له كلمة، وسيبكم من العشرة، سيبكم من العشرة بالأربعة. هنا العربي يدك شباك الصقور، يدك شباك أم صلال. أم صلال في الجولة الماضية سجل أربعة في الأهلي، إلا العربي يرد الدين عن الدار، عن الجار، يرد الأربعة عن الجار أم صلال، والخامس ممكن، الخامس كان ممكن في الكرة الماضية لكن عدت ومرت. محمد صلاح النيل الموسم الماضي أول مباراة له مع المرخية سجل هدفين، كانت في شباك السد لكن ألغيت طبعا نتيجة تلك المباراة بسبب خطأ إداري. الآن مع العربي لما بدأ التسجيل يبدأ بهدفين أيضا بثنائية محمد صلاح النيل، لكن خلاص خلاص أعتقد المباراة انتهت، الآن المباراة انتهت بعد أربع مباريات على التوالي لا ينتصر فيها العربي على أم صلال. تأتي المباراة الخامسة لينتصر بنتيجة عريضة، بنتيجة عريضة. ناصر النصر يتحصل على البطاقة الصفراء لأنها ما هي ناقصة أخطاء يا ناصر. تبديل يأتي، تبديل يأتي في تشكيلة العربي. محمد صلاح يغادر خارج أرضية الملعب، والتحية من الأنصار من الجمهور، ليش لا، ليش لا، يستحق، يستاهل. لاعب في الخط الأمامي، مو فقط قضية أنه سجل هدفين لكن إزعاجاته، تحركاته في الخط الأمامي ما يهدى، ما شاء الله على الدينامو لا يهدى. محمد صلاح النيل يغادر الآن، وثالث التبديلات، آخر التبديلات في تشكيلة العربي. خمس دقائق عموما لينزل أرضية الملعب علي محمد لاعب مدافع، خمس دقائق وقت بدل ضائع يشير إليها حكم المباراة. خمس دقائق وقت طويل لكن الأمور صعبة لأنك تحتاج ثلاثة أهداف حتى يعود أم صلال إلى أجواء اللقاء، هي صعبة. ومن الخمس دقائق مرت أربع وتبقى دقيقة، العربي ممكن يضعف الغلة. مايلسون، 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 أوه ركلة جزاء، ركلة جزاء، انتفاضة عرباوية وبطاقة حمراء
ركلة جزاء وبطاقة حمراء على بلال. سيبه يسجل يا بلال، انت الخبرة تقول لك في هكذا موقف اتركه يسجل الخامس ولا تتحصل على بطاقة حمراء تغيب من خلالها عن فريقك في المباراة القادمة، لأن هذه المباراة منتهية 4-5 ما تفرق، 4-5 ما تفرق. هنا مايلسون الدفع فعلا واضح وركلة جزاء، قرار سليم تماما من سلمان فلاحي، والعربي يعني أمامه فرصة للخامس، أمامه فرصة للخامس العربي. أعتقد أن ما بين جارديين اختصاصي ركلات الجزاء وما يلسل تقريبا أن البرازيلي جاي يتحدث مع جارديين مواطنة يقول اترك لي خلني ودي أسجل، ودي أفتتح الأهداف في دوري نجوم قطر بقميص الأحلام بقميص العربي. فعلا جارديين يترك الكرة الآن للتنفيذ، مايلسون البرازيلي يتقدم من نقطة الجزاء يبحث عن تسجيل الهدف الخامس في واحدة من النتائج العريضة في بطولة دورينا، يسجلها العربي الآن. مايلسون يتقدم، بابا مالك مايلسون والخامس، مايلسون والخامس في ليلة حمراء، ليلة تكتسي باللون الأحمر بالنسبة للأحلام، عودة إلى ذكريات الزمن الجميل، عودة إلى أيام كان العربي ما نقول يفوز ولا لا، كنا نسأل بكم سينتصر العربي. العربي يا جماعة في هذا المساء بالخمسة انتصر على نادي أم مصران، الفريق الذي ليس بالسهل أن تنتصر عليه، فعلها العربي خامس الأهداف من نقطة الجزاء مع هذا الهدف الخامس. متابعين الكرام، صافرة الختام هذه الأمسية وهذا الكابوس العرباوي أخيرا ينهيه سلمان فلاحي على أم مصران، فقط يكتفي بالخمسة. سعدت بصحبتكم متابعينا مشاهدينا الكرام، مزيد من الحديث الفني حول هذا اللقاء بطبيعة الحال عند الكباتن عبيد جمعة بشار عبد الله. كلمة عندك عبد الله تفضل.
مقابل هدف واحد. الأهداف أتت عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 14 من زمن الشوط الثاني بعد كرة من جارديل تلاعب فيها في الدفاع وعرضها إلى الخلف، يجد محمد صلاح يضعها تحت حارس مرمى بابا مالك. في الدقيقة 20 جاسر يحيى يسجل الهدف الثاني للعربي بعد كرة مقطوعة من ضغط من العربي إلى فرانكو رازيلا للعب عرضية جاسر يضعها في المرمى الخالي. في الهدف الشوط الثاني شاهدنا 4 أهداف، البداية كانت عن طريق ساقبو الهدف الوحيد في الدقيقة 59 بعد كرة أهلة وساقونا، ثم هجمة من عبد الله معرفي اللي يتخلص من أكثر من لاعب ويلعبها إلى فرانكو انفراد ويضعها فوق الحارس في الدقيقة 66. في الوقت الإضافي اللي كان 5 دقائق شفنا هدفين، محمد صلاح من تمريرة البديل مايسن نجم الممرات محمد صلاح، ومايسن من ضربة الجزاء في الدقيقة 95 طرد كانت لبلال. راح نتكلم طبعا أكثر عن المباراة لكن الآن إلى فالح شمري. شكرا لك كابتن بشار، إذا نقول هارد لك لنادي أم صلال ومبروك لنادي العربي، 5 أهداف على نادي أم صلال. إسماعيل، كيفكم دخلتوا مستهزئين في المباراة بداية المباراة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نفس ما تفضلت مبروك للنادي العربي وهارد لك لنا. مش استهزاء، لا بالعكس، أعتقد كان عندنا عناصر جديدة اليوم في الملعب، أول مباراة لهم سواء كريستيان المهاجم أو بلال محمد، صراحة ما قصروا يعني أدوا اللي عليهم. للأمانة ما كنا متوقعين مباراة بهالسيناريو هاي اللي بالشوط الأول نطلع 2-0. الجول الأول جاء بعد جاء الجول الثاني على طول بعد في 4-5 دقائق. قدر الله ما شاء فعل. التوقف صراحة كان ضدنا للأمانة، يعني اللي شاف أم صلال ضد الأهلي ويشاف أم صلال اليوم أكيد حيقول لك لا هاي مش نفس الفريق. التوقف ما كان في مصلحتنا أبدا، مفروض نرجع نعيد حساباتنا. أي فريق بمر بهالأزمة، يعني العربي خسروا 10 ورجعوا الحين عندهم 9 نقاط، يعني شبه ممتاز، يعني محو نتيجة السد الكارثية. إن شاء الله بنصحح الأخطاء اللي طحنا فيها. عندنا الحين توقف بعد 2 أسابيع، توقف الدوري، نعيد حساباتنا إن شاء الله. عندنا كأس كيو إم بي، إن شاء الله بنقف على أتم الجاهزية لبداية الدوري مرة ثانية إن شاء الله بعد 2 أسابيع. أنتم شو اللي فيكم؟ شو اللي صار اليوم؟ ما صار شيء، أي فريق يمر بهالدروب صراحة دروب يعني زيادة شوي كان اليوم. نفس ما قلت لك توقف هو اللي شوي ذبحنا، بس إن شاء الله بنرجع إن شاء الله بإذن الله راجعين إن شاء الله بإذن الله. تو الناس يعني هارد لك. أحد نجوم المباراة محمد صلاح النيل، صراحة نقول لك مبروك الفوز. الله يبارك فيك. أول شيء أحب أبارك حق الجمهور العربي الفوز، يعني حبينا يطلع بصورة حلوة يعني بعد يعني بخسارة السد. أعتقد يعني المباراة كانت محبطة بالنسبة لنا يعني كلاعبين وكنادي وكإدارة، حاولنا يعني نرجع يعني بعض من الثقة. يعني صراحة دينا اليوم مباراة من أحسن مباريات الموسم، إن شاء الله يعني يستمر إن شاء الله بعد التوقف الدوري إن شاء الله. العافية، الله يبارك يا بطل. الله يبارك. ويسمحون لنا الاخوان في كيوسيل والمسؤول الاعلامي تاخرنا عليهم، اذا نقول مبروك للعرباويه وهارد لك لنادي مصال. كابتن بشار تفضل. العربي يصل النقطه 9، حلو، صداره مع السيليه، طبعا في انتظار السيد دحيل يلعبون غدا مع الشحانيه وقطر على التوالي. صحيح، ويمكن احنا اول شيء مبارك للعربي في مباراه اليوم، ومباراه الحقيقه حلوة بالنسبة للنادي العربي، لعب يعني يمكن من أحلى المباريات اللي لعبها في يمكن في موسمين، مو في موسم واحد ولا في أول المباريات. لكن أنا أعتقد يعني إحنا لو نشوف الفريق العربي في مباراة اليوم حتى بالنسبة للتكتيك اللي لعبه مدرب الفريق، ونشوف إحنا اللاعبين ووظائفهم داخل الملعب، نجد أن العربي عمل كل شيء، يعني سجل 5 أهداف، و5 أهداف الحقيقة في يمكن حتى في آخر المباراة يمكن في الدقائق الأخيرة سجل هدفين. نفس الطريقة مشعود، دفاع وايد متقدم وكش تسلل، فمساحات كانت للاعبين العربي
خلف المهاجم جرى 5 أقوال تقريبا. نفس الشيء الحقيقة. حتى يمكن أنت أحيانا لما أنت تي تشوف مدافعين، يعني إحنا لو إني نشوف مدافعين فريق نادي مصلال نجد إن هناك يعني فيه أمور كثيرة الحقيقة المفروض مدافعين نادي مصلال يعرفونها. يعني هم قاعدين يلعبون من وراء المدافعين ويلعبون في المساحة في الثلث الأخير من الشوط الأول. أنت قلت بين الشوطين شلون يلعبون التسلل، والتسلل في كورتين، يمكن واحدة حق جارديل المفروض يسجل منها هدف، الكرة الثانية اللي جات من وراء وانعكست لكن ما في حد. أنا أعتقد أن العربي حتى بالنسبة لي يعني شوف سرعة المد... لا انت عندك بلال بطيء، اسماعيل ابراهيم بطيء، يعني ما عندك سرعة اللي تفتح يعني ايه نعم لا. وبعدين حتى انك انت بتلعب لعبة مثل هذه، يعني هو عندك 2 لاعبين مثل اللاعب فرانكو او اللي هو اللاعب اللي نزل مايلسون، لاعبين حقيقة عندهم سرعة وسرعة كبيرة. انا اعتقد يعني حتى انك انت مثل ما قلت 2 هذول البطيئين جدا اللي هم السنتر هافير، عليهم انهم ما يلعبون كش تسلل، عليهم انهم يرجعون ويكون واحد يغطي المهاجم والثاني يغطي. اكيد مو هم اللاعبين، اكيد المدرب لهم. ما اعتقد ان هم بكيفهم قرروا ان اليوم والله هذه طبعا كل هم بكيفهم واستمرت لنهايه المباراه بين المدرب. يعني حتى الهدف هذه اللي جاء، يعني لو انت تشوف المصلال، لكن هذه احنا نقول يعني لعبه لاعب شجاع في المنطقه في اللعبه هذه. يعني شوف الكره وين مرت من تحت ريل بلال، لكن شوف اخطاء دفاعيه اليوم اللي كارثه يبيلها يعني على اساس انك تشوف الاخطاء هذه. يعني كره لعبت من عبد الله معرفي الحقيقه، يمكن احنا نقول لاعب يمكن الشجاعة في اللعبه هذه، لكن تشوف الكره وين مرت وهو يلعب الباس وحصل الهدف اللي يستاهل. صحيح لكن ايضا كان وقت، يعني هذا الهدف كان في الدقيقه 66 كان في وقت، بس المصلال بعد تبديلات دخول اسماعيل دخول تغييرات كثيره، بس استمر باللعب الطويل بسعود، بس لعب طويل لعب طويل لعب طويل ولا لا لعب طويل حق اللاعب اللي هو دائما اللي هو دارو اللي هو المهاجم حقيقه. هاي يمكن اول كره لعبها اللاعب البديل البرازيلي اللي هو ميلسون لعب في المنطقة هذه، وأول كرة كان بإمكانه يسجل هدف لو كانت الكرة راحت على الجول. لكن أنا أعتقد يعني حتى أنك أنت لو تشوف في آخر المباراة الفريق العربي يوصل إلى منطقة 18 وما في حد موجود في الدفاع. يعني أنت يمكن الشوت اللي قبل شوي شفناها واللعبة اللي قبل هذه آخر المباراة اللي هي هاي كان 3-1 قبل الهدفين، كانت 3-1 كان بإمكانه يصير 3-2، لكن بعدها بعد الكرة هذه اللي هي طلعت برا، أنا أعتقد يعني محمد جدو المفروض هاي كرة هدف 3-1 ممكن تسويها 3-2 وتحط الفريق المنافس في ضغط في 5 دقائق 5 دقائق نعم تحط ضغط. لكن بعد ما راحت الكرة هذه الرابع اللي كان في شك انه تسلل، شوف كان في شك انه تسلل، يعني لا بس الكرة لعبت حلوة بعبد الله، لعبت من بين حارس المرمى وورا المدافعين. يعني شوفها وين لعبت، تسلل واضح. لكن الكرة هذه الحقيقة أنا أعتقد إنه وين شوف وين لعبه من وراء المدافعين وقدام حارس المرمى، كانت صعبة على الاثنين، صعبة على الدفاع. بس البديل بسعود صنع وسجل. نعم صنع كرة، صنع هدف وسجل هدف الضربة الجزاء اللي هو السبب فيه وطرد بلال. نعم صحيح. وأنا أعتقد إنه كان يفترض إنه أحمر على طول، ما فيها اصفر ثاني، يعني منع فرصه الهدف محققه بلا، واعطى عطى عطى فرصه انه ياخذ كرت. لكن هي يعني انا اعتقد حتى يعني اليوم يمكن الرحيلي في مباراه اليوم وجوده يعني مؤثر، غيابه الحقيقه مؤثر. بس لاعب واحد بسعود، لاعب واحد يخلي اخطاء دفاعيه بهالشكل. صحيح ممكن، بس لكن انت يمكن الرحيلي في المباريات اللي راحت الحقيقه، خاصه مباراه مع فريق نادي الاهلي المباراه اللي راحت الحقيقه، هو كان ماسك الدفاع ومغطي الدفاع، يعني في سرعه وفي بامكانه انه يغطي، والكور اللي تطلع من فوق او تنلعب
فوق عالية حيلي موجود، لكن في مباراة اليوم الحقيقة خاصة الاثنين اللي هو كرة عربي دائما الكرات البينية بس ما عليه، بس لكن كمدافع الحقيقة كان يعني اليوم غيابه بالنسبة لفريق يعني الأهداف اللي احنا الحقيقة شفناها كان مؤثر جدا بالنسبة له. لكن لو احنا نشوف فريق نادي مصلال كفريق، يعني يمكن احنا نقول دائما فريق مصلال يدافع، لكن احنا اليوم لا شفناه لا يدافع ولا يهاجم، وهجومه يعني حتى بالنسبة للاعبين الاثنين اللي لعبهم اللي هو دارو ومعاه اليوم ساقبو، يعني حتى ما كان موجود اللاعبين هذيل المواس في مباراة اليوم، ما كان موجود في مباراة اليوم، يعني حتى بالنسبة للاعبين اللي نزلهم اللي هم جدو حصل له فرصة وكان بإمكانه يسجل لما كانت النتيجة 3-1. إسماعيل في الوسط وراء المهاجمين حاول يعني، لكن لما أنت تحاول لما تكون نتيجة 3-1 يعني صعبة شوي على بعض اللاعبين، وخاصة أنك أنت تبي تسجل الهدف الأول، تبي تسجل الهدف الثاني على أساس أنك على أقل تقدير تطلع من المباراة متعادل، حتى أنك أنت لكن يمكن أو تخسر 3-2 يعني بدال 5، يعني 5 الحقيقة نتيجة، ونتيجة كبيرة. العربي في مباراة اليوم قدر أنه، لكن احنا نقول للمصلال اذا كان مثلا في وسط الملعب دفاع او المدافعين اللي في الخلف على اللي احنا يمكن شفناه في مباراة اليوم، ان فريق المصلال دفاعيا ضعيف. خلنا بس نذكر ان قبل هذه المباراة الريان لعب مع الاخرطيات على نفس الملعب وفاز بنتيجة 2-1، هدفين ريان عن طريق كرتين ثابتين في الدقيقة، الهدف الاول كان عن طريق فييرا في الدقيقة 40، والهدف الثاني عن طريق تباتا من تسديدة قوية في الدقيقة 49. في الدقيقة 53 عبد الهادي نعمان البديل سجل الهدف الوحيد للإخرطيات إلى الآن في هذا الموسم في الدوري، بعد كرة من لازار فالنتين لعبها إلى الخلف وضعها على يمين حارس مرمى، وكان ممكن يسجل التعادل البديل الآخر اللي هو عبد الله العنزي اللي أضاع فرصة في الدقيقة 50. فاصل بس شوف الأهداف، نتكلم معكم تفضل. شوف الاهداف اللي سجلها فريق نادي الريان من ضربات حره مباشره، يعني الهدف الاول فييرا، الهدف الثاني تباتا، يعني ضربات حره مباشره، وانا اعتقد ان الضربات الحره احيانا تفيد بعض الفرق خصوصا بوجود تباتا. طبعا بوجود تباتا موجود. فاصل قصير ونعود لكم.